فوق ما حدش يقعد على الاراده اللي انا اوعى الصندوق. الله اكبر. خش على بيرد حضرتك فوق. خش اتفرج على نوسه ننوسه. اتفرج على خربوش. اتفرج على حديد والزرنيق. اتفضل. قرب 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 قرب. تعالى على بيرد حضرتك فوق. قرب لحالك مكان مش هتلاقي ولا فرصه. النوسه ابتدت. النمرة اللي جاية على طول هي هتطلع النوسة النوسة. اطلعي لي ثلاث تذاكر بس يا ريت يكونوا قدام. عينيا الاثنين هات لايمنا على فلوسك. الباشا اللي اتأدبه سيبه يتكلم. بتضربه ليه يا خربوش؟ سعادة الباشا انا محسوبة. انا ما بضربش حد. الناس غلابة عايزين ياكلوا بتعيش بالحلال بالحلال. الجدع ده اول ما شاف خطيبتي على المسرح هاجم عليها زي الطور. يا باشا ده عايز يبوسها. تعمل ايه انت لو مكاني؟ يا باشا انا كنت يا دوب هقرب من نوسه واديها فلوس لقيت الجدع ده هاجم عليها زي الطور ونزل فيها عز. وكنت هتديها فلوس بمناسبة ايه؟ مغرم صبابة. كل يوم بخش والليله دي كنت عايز انقطها بزياده. حضرتك لو شفتها وهي بترقص وكفني مش هتيجي تقعد تاني على مكتبك. شفت يا سعاده الباشا؟ ربنا ظاهر الحق. اهو بيوك على الطلاق بيت ثلاثه. الراجل ده مش مظبوط. الراجل ده شمال. بس يا انت وهو اللي هسمع نفسه هرميه في التخشيبه. حكمت المحكمه على المتهم عبد محمد عبد السلام وشهرته خربوش بالحبس لمده 3 أشهر مع الشغل والزامه بالمصاريف. رفعت الجلسه. حرام يا ناس. اخويا مظلوم والله العظيم مظلوم. ما عملتش حاجه للتنين اللي تعدوا عليه. يا نهار اسود يا بنات اسكتي لا ياخدوكي معاه. يا ريت ياخدوني يا اخويا بدل ما اقعد في خلافه. كنت انا جنب اخويا من امه وابويا. ما تصوتي يا اختي. ما تصوتي يا بنت يا مسويتها. مش كل ده بسببك؟ ليه هو انا اللي قلت له يفتح نفوخ الراجل؟ وانت عاوزه راجل زي اخويا ماشي في عروق ودم؟ انت عايزه واحد ماشي في عروق وميه عشان يستحملك على راي الناس؟ اخر المعروف الضرب بالكفوف. اخوك هو السبب. ياما نصحته وفطمته وقلت له مالكش دعوه بالزباين. لا عامل لي فيها طرزان. جريح حسن يا كوبتا. لا يا اخويا انت ما سمعتش صوتك خالص. انت اخر واحد تتكلم في الرجاله. انت خلاص وقعت بسجل الرجاله من زماناوي. هتتسمع يا جمالات وما تكلميش ابويا كده. هو يعني كان اخوك اول مره يتسجن؟ اقعدوا قللوا انتوا. وانا اتعذبت 3 أشهر. ده انا ما سمعتش كلمه كويسه من حد فيكم. يا عيني عليك يا اخويا. هنعمل ايه من غيرك؟ هنشتغل ازاي؟ ما تقول يا مخفيه انت وهي. هنشتغل ازاي من غيره؟ الله جرايا يا جمالات. اللي يشوف كده يقول ما فيش رجاله غيره في الفرقه. بسم الله ما شاء الله. انا ومشمش ما الرجاله كتير. يا اختي تانية تتنيكي انت تسميها اللي معاكي ده راجل؟ اللي يسمعك كده يفتكر ان الفرقه مش هتعرف تشتغل من غير اسم النبى حارس اخوك كده. برضه يا موسى بسيطه. 3 أشهر وخارجي. ازيك يا عسلية؟ ايه ما بدري. كفارة. يا نوسة ما جيتيش تسابريني يعني وانا خارج من السجن؟ هو انت بتلحق تخرج عشان تدخل يا خربوش ولا البعيد ما بيفهمش؟ انا ما بفهمش غير حاجتين اتنين. ما خدتش ما شفتش ما عرفش. وان نوسة بتاعتي نوسة ملكي نوسة مش لغيري. يعني نعيش عيشة فل ولا نموت احنا الكل؟ موت لوحدك يا اخويا. ما بموتش غير فيك انت يا نوسة. يلا اقعد منك ليه؟
دور يا اسطى. دور يا خرم ابره فاضي في المول. يا نهار اسود ومنيل، يعني ايه ما فيش خرم ابره في المول؟ الحل ايه دلوقتي؟ كله من الزفت اخوكي. جالك كلامي، كان لازم يعني نستنى سي خربوش لحد ما يطلع من السجن، ما كنا جينا احنا وهو حصلنا. ايوه قسموا مع بعض، تنتون اتلم على تنتا. خلاص خلاص قصرنا. يلا يا مشمش، يلا تغلول بط، يلا يا سم. ادينا جينا ما لقيناش مكان. ما لقيتيش مكان يعني ايه؟ اتلمي يا اختي اهو يا فقاري. يلا فقاري عليه جمالات، يلا فقاري عليه، فقاري يا ابن الساقه فقاري. يومك كفايه يا اهو مش قادر مقفل، اوعى نفسه الدنيا متسخفه كلها على خربوش. متاخرنا ولا ايه ولا ايه؟ طب ورا كده نشوف بس 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 يا بركه الدعاء الوالدين. اهي هي دي. ايوه بس دي ملك ناس يا خربوش. ملك الله يا احنا هنفرش ايه؟ قاعد من قطعتك يا خربوش. قاعد فرش يا يلا يا يلا. اللهم صل على النبي. هي دي المسرح هنا، خيم هنا، هي دي اللي قول يا من دان. انت هتسيب حته الارض اللي في المولد فاضيه كده؟ لا هنعمل على مشروع انا والاستاذ عصفور افندي. هنجيب شويه خيام نفرشها، اللي عايز يبيت يدفع جنيه، اللي مش عايز يقعد خمس دقايق يدفع نص جنيه. وزي الباشا خد خبر يكون الحال، انت مش بتقول ان ناوي يبني فيها؟ ومين اللي هيقول لي الباشا؟ اولك شيء الباشا بتاعنا اول ما المولد يتنصب بيهج على مصر عشان الصداع، تاني حاجه الاستاذ عصفور هو اللي هيعمل كل حاجه. يعني قريب في بعض يلعب يلعب. قال لي اقول لي يا بنداري، هو انتوا اجرتوا الارض؟ انهي ارض؟ الارض اللي انت غافر عليها، ارض الباشا. ابن حلال، ده احنا لسه جايبين في شريط الوقت اهو. امال يا اخوان الناس اللي قاعدين فيها دول ايه؟ ناس مين يا ولا؟ ايه هو انت ما عندكش خبر؟ وفي حد قاعد هناك؟ يا نهار اسود ده بيتهم مش فايدك، بس عصفور هيجيب الحاجه بتاعته الخيام كمان نص ساعه. اسمع اسمع يجري يلا يلا الحق يلا. انت يا جدع انت هو انت يا جدع بتهب بقى هنا؟ مين اللي جابكم هنا؟ يلا يلا امشوا يا اخي. انا عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايزكم تلموا حاجتكم من هنا وتمشوا. يلا غور شوفوا في حته ثانيه. غور يا جدع انت مين؟ انا من دار غفير الارض دي، ولو صاحب الارض شافكم مش هيحصل. طيب يلا لموا حاجتكم يلا. ما تروق كده يا ريس بن دار على الصبح وتهدلنا بالله، احنا على باب الله وجايين نسترزق وناكل عيش. بس انت يا الاشكال دي انا عارف اتصرف معاها كويس. شكلك ابن حلال، ايه رايك تاكل عيش معانا يعني؟ تباسل ومن قال لك كده يا جعان؟ شكلك كده على باب الله زيين. ولقمه هنيه تكفي 100. انتوا جايين ترقصوا ولا جايين تخبزوا؟ يلا لموا كراكيبكم ديت بلا ما اكسركم. يلا الله يا راي يا ريس بن دان. يا اخويا هدي اللعب شويه علينا بالراحه، ده كلهم يومين ثلاثه بتوع المولد وهتتفض وتبقى كده خلصت حاجتي من جارتي. ريحي نفسك وتوكلوا على الله بدل ما اجيب لكم البوليس. بوليس؟ اوعى لي بقى، بوليس ده ايه يا حبيبي؟ لا بوليس يهمنا ولا سجن يلمنا يا ده العادي. بقول لك ايه يا استاذ عمر؟ ده انا افتح نفسي عليك وانا مع نايمك على البرش مكاني، سامعني ولا لا؟ انا عارفه الرئيس بنداري هيماين معانا بس عايز له قرشين. ده لا يمكن ابدا. انت مش عاوز تجيبها بالذوق؟ طب تعالى بقى بالعافيه اهو. يا عيني ده هربون المحارب، هربون المحارب. ايه يا جمالات؟ الله ما تلميها شويه. عايز ينامني على البرش حسن. خلاص انت يا جمالات. بقول لك اخينا اتكل على الله بدل ما جمالات تاخد تديك راس تشرعك على راف. الحيال ربنا هيفتح دماغه وانا اشرعك يوم. اتكل على الله اتكل على الله. ده تكنيله عليك وعلى اللي جايبينك. ايه خربوش؟ ايه انت عايز تجيب لنا مصيبه ولا ايه؟ رايح حسن يا كفته، سيبنا شوف شغل. تعالي لابا يلا كله شوف شغل يلا. طيب يا اخويا يو. وعليكم. وعليكم يا سيدي. راس بن داري موجود؟ نعم يا اخويا. راس بن داري. راس بن داري كانوا السبع يا اتكل على الله. بقول لك اتكل على الله. حاجة يا باشا؟ حاجة يا باشا؟ الحق هنعمل مشوار. ايه؟ في ايه؟ ناس هجموا على الارض يا باشا وحطوا ايدهم عليها. الارض الزراعيه؟ لا بتاع شارع بابور النور. ومين الناس دي؟ فرقه من بتوع الهش كبشي. وانت بتعمل ايه هناك؟ انت غفير ولا دراع شمسيه؟ ما
طردتهمش ليه؟ يا باشا اتكتروا عليا وضربوني. روح اسم البوليس تعمل محضر هناك وتاخد معاك عساكر وتطردوهم. لا يا باشا احنا لسه هنستنى العساكر ولا ايه؟ انا بنفسي هروح اجيب الموضوع ده واجي بسرعه. تروح فين؟ استنى عندك. مش في ميعاد مهم احنا رايحينه؟ الموضوع ده مش هيخلصه غير عمر. يا عمر احسن واحد يخلص الموضوع ده باشمهندس عمر. في حاجه يا بابي؟ اخوكي فين؟ مش عارف. اتصل بيه على الموبايل. يروح مع بنداري ارض الموه يشوف ايه حكايه الناس اللي مستولين على الارض دي ويطردهم. بعد اذنك انا كنت عايز الاستاذ عصفور هو اللي يجي معايا. جري يا جدع انت. احنا فاضيلك؟ مش هشرب القهوه ولا زبده. يلا يا عصفور. يلا باشا احنا فاضيلك ولا ايه؟ تاخد شويه رجاله وتروح تعزمهم على القهوه وتيجي بسرعه. ما يلا يا عصفور مش انت اللي مستعجل. يلا باشا خلي بالك. الحمد لله مالك؟ ابدا دول شويه كده. طردت الناس من الارض؟ اسكتي دول طلعوا الناس غلابة قوي يا دوبك جايين يسترزقوا من المولد. يا سلام وهو بابا بتاع الكلام ده؟ انا اتفقت معاهم يقعدوا يومين ثلاثة كده وبعد كده يمشوا. وافرض بابا عارف هيكون الوضع ايه؟ وهو بابا فاضي للمشاكل دي. وبعدين انا عارف ان هو مسافر لبنان يعمل شغل بعد ما يحضر عيد ميلادنا. بس بقول لك ايه؟ انت شكلك كده راجع مش تمام. اصل بصراحة صعبانين عليا قوي. دول لسه هيبتدوا شغل من بكرة. طب بقول لك ايه؟ بما انهم غلابة كده احنا نديهم قرشين ويسيبوا الارض. لا قرشين ايه ما ينفعش. هما صحيح غلابة وكل حاجة لكن واضح ان هما عندهم كرامة وعزة نفس. دول كانوا عايزين يدفعوا جل الارض. خلاص يا حبيبي قول لبابا الكلام ده. كان فيهم حتة بيت حلوة حلاوة. قمر يا ماما قمر. بسم الله ما شاء الله. تقول وحش كاسر دخل عليهم هو تلاقيه المهندس الاخضر ده هو اللي وزهم علينا وقال لهم كسروا المولد عليهم. انا بقول كده برضه. الواد ده من ساعه ما شفته انا ما ارتحتلوش. لما شفته كده لقيته حسيت انه خاف مني. انا ليا هيبه برضه قام خاف وهبه. روح البيت بقى فكر وقعد هو وبنداري يخططوا ويرسموا. مش ممكن الباشمهندس يعمل كده. ما كان اسهل له بعت لنا البوليس يطردنا من هنا. نوسه عندها حق يا خربوش. الجدع الغفير اكيد مستفيد بالارض ديت والخيم دي كانت جايه لمال. متروقه وكلوا علقه ما ياكلهاش حمار في مطلع وعمرهم ما ينسوها. وان نسيوها عمرهم ما ينسوا مجموعه الذكريات اللي علقتها منهم. قسم يا سامبو احنا مش قلنا ما فيناش مش سرقه يا سامبو. مش عايزين الحكومه تحوم حوالينا. لو اعرف بس طريق الباشمهندس فين لكنت رحت له واشتكيت له بنفسي. بتقول ايه يا بنت؟ تروح لمين؟ تروح الراجل عازب عنده في البيت ازاي؟ طبعا ما جات لها على الطبطاب عايزه تروح للعازب لوحدها. ناقصين حد يتكلم علينا. اما تربيتك ناقصه صحيح. ايوه يا الحمد لله الدنيا لسه بخير يا بنتي والله. بس عارفه انا كنت ناوي اطلع الفلوس بتاعت خرجتي وخرجه امك وادفعهم ايجار لو طلبوا مني. اوعى تجيب سيره الفلوس دي قدام خربوش يابا هيسلط عليك جمالات لغايه ما تاخدهم. ربنا يسترها يا رب. بس عارفه يا بت الباشمهندس ده واد هو اسمه ايه؟ اسمه عمر. الباشمهندس عمر ده طلع ابن حلال مصفي قوي يابا قوي. الباشمهندس خايف منه وعامل له الف حساب. بسم الله ما شاء الله عليك يا اخويا. الله هو اكبر. مين يشوفك ما يعملكش مليون الف حساب. انت يعمل لك حساب وعلى ايه يا خربوش؟ الله هتلاقي الغفير بتاعه اللي اسمه بنداري حكى له على العلقه السوق اللي انا اديتها له. ده بقى يخاف مني مرعوب. امال لما شفته عملت كده ليه؟ ده انت كنت شويه شويه هتوطي على ايده تبوسها. يا بنت الكلام ده بتجيب الكلام ده منين؟ ايوه الخربوش نصه بتتكلم صح. كنت واقف قدام الباشمهندس وعينك مش قادره تيجي في عيني واقف عامل خلاص يا بنت اصفى تصفى عمرك. بطل يا بنت نظام الحولاته دوت. ايوه انا كلامي صح يا خربوش ونصه ما بتكذبش. بقول لك ايه يا ست نصه؟ ايه اتلميتوا على بعض علينا ولا ايه؟ قلتلتوني اتلم على تانتا. لا ده انتوا عاملين حزب علينا بقى. هما اللي بيقولوا الحق يبقوا عاملين رباطيه يا جمالات. من ساعة ما شفت يا اختي المهندس وحالك مش عاجبنا
عمالة تدافع عنه كأنه من بقية عيلتي. أنا بدافع عنه عشان قلبه طيب وحنين مع الغلابة اللي زينا. عشان إبليس في الجنة خلي زيتنا في دينا. وعلى رأي المثل اللي بيبص لفوق بينزل على جدور رقبته. خفت أنا. إيه ده إيه ده؟ انت فاكر انك هتنام ولا ايه؟ تعالى معايا يا حبيبي تحت استلقى وعدك. ما عايزه. قلت له ان انا نمت. لا قلت له ايه؟ لا قال لي اطلعي صحيه. قولي له ان لقيته نايم وبيحلم كمان. لا معلش عشان خاطر انزل بس معايا وبعدين هكلم. يا بنتي قولي له بيحلم بقى بيحلم بيحلم وانت واقف. عينيه ده انت كويس بابا؟ ده انا كنت نايم في عز النوم ومنى هي اللي صحتني. بلاش كلام فارغ، انت كنت فين الليله؟ معقول هي منى ما قالتش لحضرتك ولا عم عصفور؟ لا ما قالوش لحضرتك. كنت في الاسانسير مش كده يا منى؟ مش كده يا عم عصفور؟ تمام. سنسير ايه وكلام فارغ ايه؟ انت تعرف ان بسببك كانت هتحصل لي كارثه؟ ايه يا سيادتك كنت مزنوق في اسانسير ولا ايه؟ اسانسير ايه وكلام فارغ ايه انت؟ ايه يا عم عصفور الكلام اللي بتقوله ده؟ معقول يا بابا هيتزنق في الاسانسير؟ انت تعرف ان مشروع المول كان هيضيع من ايدي بسببك؟ البنت لما انت ما جيتش زعلت وتنرفزت وابوها قال لي شايف ابنك بيعمل ايه لبنتي؟ للدرجه دي يا بابا مها زعلانه عشان ما رحناش عيد ميلادها؟ مش عشان ما رحناش، علشان الافندي ما راحش، ولو ما كنتش اديت لها الهديه اللي انا اشتريتها باسمه كان زمانها دلوقتي سخسخت وماتت وراحت في 60 داهيه. اه ايه ده؟ في ايه مالك؟ سكاكين بتقطع في بطني يا بابا. ايه كده اهو مره واحده مش عارف ايه اللي حصل. انت تعبان بجد يا عمر؟ والله تعبان يا منى مش قادر. هاتولي دكتور بسرعه. بطني. هاتولي دكتور. عايزك تلاقي يا عصفور شوف بيروح فين وبيجي منين، الأكلة اللي أكلها دي بالذات أكلها مع مين وفي أي مكان، هاجي من السفر تكون بلغتني بالحاجات دي كلها. أنا أصلي مش مطمن من الحكاية دي. ولا ما يا باشا. بتشوفي بحاجة؟ لا ما تشغلش بالك، أنا هشوف كل حاجة بنفسي. طلبية البطاطين واللي الحفة عملته فيها ابتديتوا ولا لسه؟ ابتدوا يا باشا ابتدوا، هو إدى أوامر للعمال قبل ما يحصل اللي حصل ده. بس كل شيء تمام، هم ابتدوا خلاص. بس انا مش عايزه يتعب اليومين دول لحد ما يسترد صحته ويبقى بعافيته، وما تنساش انه داخل على جواز. ما تقلقش يا باشا، انا هتابع الشغل بنفسي. وانا كمان وانا مسافر هبتصل بيك كل يوم علشان اطمن. تمام يا باشا تمام. انا اجتمعت معاكم النهارده علشان اقول لكم ان احنا هنشتغل مع حسين الشواربي. وانا عارف حسين الشواربي كويس لانه صاحبي من أيام ما كنا في الدراسة مع بعض. لازم تعرفوه إن حسين ذكي جداً وطموحه أكتر من اللازم. هو متصور بشغله معانا إنه هيخترق المجموعة بتاعتنا وهيبلعها، علشان كده إحنا عايزين نضمه لينا ونخليه ينفذ كل اللي إحنا عايزينه من غير ما يشعر ويبقى متصور إن ده لمصلحته هو. هالي كفايه كده يا جماعه شغل النهارده لان الديسك بدا يتعبني. اتفضل. اي امر يا فندم. انا مش عايز اي ازعاج. فاهم يعني ايه مش عايز اي ازعاج؟ فاهم يا فندم. وانت ما تورنيش وشك الا لما انتهلك. اتفضل. حاضر يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انا النهارده الديسك تعبني قوي 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 قوي. طمن انا هريحك قوي. انا عارف انا بطمن لك قوي 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 قوي. والله لي حق يعمل فيك اكتر من كده مادام شايفك مدلوقه عليك. يلا يلا خلي بالك من نفسك. باي. ايه كنت بتكلمي مين؟ مها. ايه لسه في طنطا؟ يا سيدي منى مسكت فيها تبات هناك. وهو ده بقى اللي مزعلك؟ الولد بيعملها معامله وحشه قوي يا عبد القوي، معامله مش عجباني خالص. ازاي يعني؟ ما شفتوش امبارح ما جاش ولا عبرها في عيد ميلادها. اللي عرفه ان هو كان جاي بس حصل له ظروف فما قدرش يجي. وانت مصدق الكلام ده؟ هو حر مفيش بينه وبين بنتك اي حاجه، وبعدين الولد عمل اللي عليه بعت هديته مع ابوه. يا سلام، وهي كانت بنتك مستنيه هديته ولا انت مش عارف؟ عارف ايه؟ ان بنتك بتحبه. وهعرف منين؟ يعني ابوه ما لمحلكش باي حاجه؟ ما حصلش.
وبعدين تناسي يا مهدي تبقى بنت مين؟ بنت عبد القوي جديد اللي اي حد من كبار رجال الاعمال او الوزراء يتمنى انها تبقى من نصيب ابنه. ايه بقى قول الكلام ده لبنتك؟ جرالك يا سميحه، انا اعتبر نفسي ما سمعتش منك اي كلام. يعني ايه بقى؟ انت رافض تجوز بنتك لابن حسين الشواربي؟ اوافق على ايه اذا ما كانش في موضوع من اصله؟ ولا عايزين لما اشوف حسين قول له لو سمحت يا حسين جوز ابنك لابنك. والله قبل ما اطلع المطار لسيادتك كنت سايبه بيتابع الشغل. يوه اخر الموبايل. ما هو دايما بيقفل التليفون بتاعه لما بيبقى في المصنع عشان صوت المكن بيبقى عالي ما بيسمعش التليفون. ايه رايك في المكان ده يا نوسه؟ المكان ده عامل زي ما كنت شفته قبل كده وانت كمان كنت معايا. لا احنا ما جيناش هنا قبل كده. انا شفت المكان ده في حلم وبعدين طلعنا في العربيه ما عرفتش ايه اللي حصل بعدها لاني صحيت من النوم. طب ما عرفتيش كنا رايحين على فين قبل ما تصحي من النوم؟ مش لما الحلم يتحقق الاول. طب ما هو احنا قاعدين مع بعض يعني الحلم بيتحقق. مش لما نعرف هيحصل ايه بعد ما نمشي من هنا. انت عاوزه ايه اللي يحصل؟ انا عايزه احس بالطمانينه مش عايزه اخاف، خايفه الحلم ده يبقى كابوس. قلت لك يا نوسه 100 مره قبل كده طول ما انت معايا اوعي تخافي. انا بحبك قوي يا نوسه، بحبك قوي ومستعد اقف قدام الدنيا كلها عشان خاطرك. انا مبسوطه قوي من اللي بسمعه ده يا عمر. طب وانت بقى؟ انا ايه؟ يعني ما قلتليش انك بتحبيني. سالك بعد كل ده ومش عارف. ماليش دعوه، عايز اسمعها منك. لازم يعني؟ لازم بقى. بحبك. ايه؟ بحبك. الله احلى بحبك. بتحب مين يا بنت؟ انا بتحب مين؟ انا جابك ورايا. ايه مراخي؟ ابعد عنها. تعالى وكلمني انا. وانت مالك؟ وجايبه في الحته الموضوع دي ليه؟ تحكي لها حدوته قبل النوم. جرايه يا باشمهندس جاي تثبتها بكلمتين حلوين من بتوعك. ايه؟ دي خطيبتي. ده انا ركبك حق. ما تصدقوش يا عمر لا خطيبي ولا في بيني وبينها حاجه. بنت نوسة ما تخليش اصور القتيل وانت عارف القتيل ده هيبقى مين. لم المطوه دي يالا بدل مع ورا. تعالى ادبحك يالا. عشان خاطري يا عمر، عشان خاطري والنبي. قلت لك يا نوسه مش هتمشي من هنا. يا نهار اسود انت مش فاهم حاجه. انا هتصرف يا عمر سيبني. هقتلك عشان خاطري يا عمر وبتحبني. ما تخلص يا بنت لا تبيعوا لك ده الخروف. خلص خلص يا خربوش. يلا يلا في مصيبه، في كارثة، في ده يا سوء ده. يا ساتر يا رب ايه اللي حصل؟ صحيح اللي انا سمعته ده. وايه اللي انت سمعته ده؟ باشمهندس عمر عاوز يروح يتجوز البت بتاعت جبلات القرود بتاعت المولد. البت بتاعت المولد؟ قصدك ايه؟ البت اللي اسمها نوسة دي. مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده قال ايه؟ عاوزها كمان تسيب خطيبها وتتجوزه. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ خطيبها جالي المكتب والدموع على خده، حتى طلبت له شاي وقعد يحكي لي ويقول لي ان الباشمهندس عمر كل يوم بيروح لها وياخدها في العربية ويروحوا يتفسحوا في أماكن غير معلومة. ما عرفش حاجة عن الموضوع ده. وانتوا ايه اللي خلاكوا تجيبوها تطفح معاكم على السفرة؟ أنا اللي جبتها، أصلها صعبت عليا وبعدين زي ما انت شفت أنا اديتها هدوم من عندي، فتلاقي بقى الجدع خطيبها ده افتكر إن عمر هو اللي عمل الحاجات دي كلها. دي صدق بيقول لي إن كل يوم معاها. إزاي كل يوم معاها وعمر أخويا كل يوم في المصنع؟ وبعدين المرة الوحيدة اللي راح لهم الخيمة كان معاهم وتعب وما كررهاش. غريبة، أمال ليه خطيبها بيجي عندي ويقول لي الكلام ده؟ معرفش، تلاقي البت ما بتحبوش فحاولت تغيظه وقالت له إن عمر أخويا بيحبها. ممكن يكون صح. هو إيه اللي ممكن يا عم عصفور؟ بقى عمر أخويا هيسيب مها بنت أنكل عبد القوي جديد ويبص للبت اللي بترقص وتغني في الموالد دي؟ جرى إيه يا عم عصفور؟ ده انت راجل مخك كبير وبابا بيستشيرك في كل حاجه. انا بقى مش خايف الا من بابا ده.
انا مرعوب منه، لو عرف الموضوع ده هيسحني. انا كنت رايح لهم لغايه الارض علشان اطردهم كلهم، لولا اخوك عمر تدخل وتحايل عليا وهددني، وانت عارفه انا عمر بحبه ومربيه وما بحبش ارفض له طلب. وعمر كمان بيحبك قوي يا عم عصفور، عشان كده اوعى تمشي الناس دي لحسن عمر يزعل منك. لا يا حبيبي، ما ورياش حاجه ابدا. قدامك قد ايه؟ طيب خلص شغله قبل ما تنزل كلمني. انا في اجابات. ايه ده؟ مش دعوه ده الموبايل هنا. جايب الموبايل ده منين؟ ده في ايدك، هاته هنا. بتكلمي مين يا بنت؟ مالكش دعوه. الو، انت اللي مين؟ انا خربوش. هاته هنا. خطيب نوسة. اسمع يا جدع، انت نوسة دي بتاعت انا، يعني اللي قرب لها اشرحه اللي خلفوه كمان. الموبايل هنا. الو، قفل الجبان ابن الكلب. جبت الموبايل ده منين يا بنت؟ طيب يا بنت جبت الموبايل منين؟ ايه ده يا نوسه؟ في ايه؟ اخد الموبايل بتاعي. وانت عندك البتاع ده منين يا نوسه؟ انت مال اهلك؟ اسالك جبت الموبايل منين يا زغلول؟ موبايل؟ موبايل ده جبتيه منين يا بنت؟ ما حدش يدعوا بيا، انا حره. حره يعني ايه؟ الغجر اللي زينا ما يعملوش اللي انت عملتيه. الله جرى يا جمالات، ما تهدي اللعب شويه. وبعدين البنت ما عملتش حاجه، دي اشترت موبايل. اشترتيه؟ جبت الفلوس منين يا بنت؟ مات الكلام. الموبايل دلوقتي ده عامل زي الشرف، يعني لازم يفضل معايا عشان اي كلب يكلمها ارد عليه واقف عند حد. ايه ده؟ ايه الزحمه دي يا عصفور؟ مولد بقى يا باشا، كل سنه وحضرتك طيب. حاجه غريبه قوي، ناس فرحانه ومبسوطه. فرحتي بلد بقى غريبه. على مهلك، على مهلك يا استاذ. ايه ده؟ استنى عندي، استنى عندي. ايه؟ ايه الناس اللي في الارض بتاعتي؟ لا ابدا، ده مفيش حد في الارض ولا حاجه. ده مش حد ايه؟ ده ناس كده يعني. مولد يا باشا انت عارف في خيم وفي علم. انزل انزل. طب هقول لك بس يا باشا. انزل يا عصفور. ايه ده يا عصفور؟ ايه الخيم والمسرح اللي هناك؟ ابدا يا باشا، دول ناس بس غلابه هيقعدوا يومين والمولد يخلص ويمشوا على طول. دولت اللي انا قلت لك انت وعمر تتصرفوا معاهم؟ ايوه يا باشا، بس الباشمهندس عمر منعني ان انا اتصرف معاهم. يعني ايه منعك؟ منعك ليه؟ قال لي بلاش يا عصفور، سيبهم موجودين في المكان، المولد يومين كده وكلهم هيمشوا. ليه ما قلتليش الكلام ده؟ في الحقيقه اصله ايه؟ ما تتكلم. انا كنت عاوز اتكلم بس قال لي ما تتكلمش. لا وانا عايزك بقى تتكلم. واقف عندك وقول ايه في ايه. انا هروح لهم بنفسي. تروح لمين بس يا باشا؟ دول عالم لبق، مش هتعرف تسلك معاهم. انت ازاي تخبي عليا موضوع زي ده؟ معلش يا باشا، انت عارف باشمهندس عمر ده انا بحبه زي ابني، ده انا اللي مربيه. انت ما تعرفش ان ده موضوع فيه وزار خطوره يا عصفور. اصله في الحقيقه صعب عليا. يصعب عليك وانت ضايع مستقبله تطير من ايدينا جوازه زي دي؟ معلش، هما يومين بس كده هيتعرف على البيت، والبيت بعد كده هتمشي، المولد هينفض ويمشي كلهم. اسمع ما اقول لك، بكره الصبح مش عايز الناس دي اشوفها في ارضي ولا الزباله بتاعتهم دي، الخيمه والكلام الفارغ ده. حاضر يا باشا. لو اي حد زرجن معاك عندك البوليس، تروح القسم وتعمل محضر، تقول لهم في المحضر ان هم قاعدين في ارضي بدون اذن. اقول لك تروح المحافظه تاخد معاك بتوع البلديه يجوا هنا يكسروا الزباله دي على دماغتهم. حاضر يا باشا، امرني. انا بكره الصبح هسافر مع عمر على مصر، لما ارجع اوعى يعرف ان انا سبب في ضرب الناس دول. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. اتفضل قدامي. اتفضل. انا دلوقتي بين نارين، خايف اروح اطردهم من الارض بتاعتهم اللي قاعدين فيها دي، تقوم البت نوسه مسحوبه من لسانها ورايحه قايله للباشمهندس عمر ان انا طردتهم، يقوم بقى عمر ما يرضاش يشغل الاستاذ. وانا مالي ومال غراميات يا بابا؟ ابوك عنده حق يا حبيبي. بقول لك ايه، احنا مش لازم نعادي حد لحد ما يلسموك في شغلانه. طب ممكن تسيبوا لي الموضوع ده بقى؟ هتعمل ايه حضرتك؟ مالكمش دعوه انتوا، انتوا مش عايزين حسين بيه يرجع ما يلاقيش اثر للناس دول؟ ايوه يا حبيبي، بس انت لازم تفهمنا هتعمل ايه. حكم انا عارفاك ممكن تيجي تكحلها تعميها. ما تخافيش يا سوسو، انا عندي شويه صحاب جدعان، بس الصحاب دول لازمهم رشه جريئه. رشه جريئه يعني ايه؟ ترش عليهم فلوس؟ امال هنرش عليهم دوكو؟ دوكو؟ طب ايه رايك يا دي يا ممدوح ان انا نفذت الموضوع ده من غير ما الباشمهندس عمر يحس بيكو؟ انا مستعد ارشركوا الاربع رفارف. اسمع بقى يا واد، الموضوع ده لازم يتم ولا من شاف ولا من دري. ما هنا بقى يا سوسو يا قمر بتاع لا من شاف ولا من دري. ايه
ممكن اعرف انت زعلانه مني ليه؟ مين قال لك ان انا زعلانه؟ انا مبسوطه جدا، واكتر حاجه مخلياني مبسوطه هي اني برقص معاك دلوقتي. أمال ليه ما رضيتيش تقابليني لما بعتلك بنداري؟ بنداري؟ بنداري مين؟ وإمتى ما رضيتش أنزلي؟ عارفة النتيجة كانت إيه يا حبيبتي؟ جدع اللي اسمه خربوش ده قعد يتمنظر عليا. خربوش؟ خربوش مين يا عمر؟ إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده؟ عمر؟ عمر عمر ايه ما في معاكي. هو اساسا ما بيتحركش من مكانه. بس خليك انت قاعد لوحدك كده من غير وليد. ما انا قلت لك اتجوز يا حسين. انا ايه مجنون اسمع كلامك؟ عايز عمر ومنى يزعلوا مني ولا ايه؟ في دي بقى يبقى عندهم حق. الله، وهو ذنبه ايه؟ بصراحه يا انكل اكتر حاجه بحبها في حضرتك هو اخلاصك ووفائك لطنط الله يرحمه. ان شاء الله يا ام بقى. ايه مالك ايه؟ تعبت وعايز انام بصراحه. يا ابني تعبت ايه؟ في حد يتعب من سهره حلوه زي دي؟ ده حتى يا انكل قاعد يقول لي كلام غريب قوي وهو بيرقص معايا. ايه ده؟ ده كنت بتقول ايه يا ولد؟ لا ابدا، انا بس يعني كنت بفكر في الشغل. اصلان قوي ليكون يعني العمال ما بيشتغلوش ولا حاجه. لا يا سيدي، من الناحيه دي طب عصفور قاعد له. عمر عنده حق، كفايه كده، واحنا كمان هنصحى بدري علشان نروح السجن. سجن ايه كفالة الشر؟ ليه يا بابي حصل ايه؟ يا ستي مش هنقولك، ده سر. كده كده هعرف، اصل مامي مش هسيب بابي غير لما تعرف كل حاجه، وساعتها هتقول وانا بقى هقول لعمر. امي اتحرقت كلها يا سليم. ان شاء الله خير يا بابا، والله خير يا امي. يطلع الدكتور دلوقتي يطمنا. بقاء لله. لا 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 ولبست كل اللي حصل ده في البشمهندس عمر، وفهمتها ان البشمهندس مش طايقها، مش عاوز يشوفها تاني. هايل يا عصفور هايل. افهم من كده ان البت دي مش هتيجي تاني ولا تسال عنها؟ لا تيجي تاني فين؟ لا لا لا، ده فضلت تتحايل عليا وطالبه قرشين عشان تركب بيهم. صعبت عليا يا باشا، صعبت عليا والله. رحت مادد ايدي في جيبي واديت لها 500 جنيه بس انا ما قيدتهمش في الحسابات يعني. لا عيدهم يا عصفور، كل قرش صرفته في الموضوع ده هتاخد قده بطقطقين. كتر خيرك يا باشا، ما تقولش الكلام ده، احنا برضو اهل. طبعا طبعا، انت عارف انا ليا اهل كتار قوي، بس في الحقيقه ما بثقش بحد الا فيك، وبعدين المرحومه وصتني عليك. الله يرحمها، الف رحمه ونور عليها، ربنا يديم المعروف. انت فين؟ سالت عليك في الشركه والمصنع قالوا لي انك ما رحتش النهارده. كان ورايا شويه مشاوير. بس مشاوير ايه؟ بصراحه بابا كنت مخنوق شويه. كل ده علشان البنت رقصت الموالد اللي بتجري وراها؟ نوسة؟ بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك، وانت بتجري ورا بنت رقاصة. أنا مش فاهم أنت عايز من إيه البنت دي؟ بحبها. بتحبها؟ طب وما بنت عبد القوي تبقى إيه بالنسبة لك؟ ولا حاجة. يعني إيه ولا حاجة؟ يعني مفيش أي حاجة تربطني بيها غير إن باباها صاحب حضرتك. طب وعدك ليا إنك تتجوزها؟ أنا ما وعدتش حد بحاجة، حضرتك اللي مصر تفرضها عليا. يا ابني أنت عارف معنى إنك ترفض بنت عبد القوي جديد ده إيه؟ انت تسيب لنا مشاكل احنا معنا شدها. والله حضرتك بقى اللي سبقت الامور. انت عمرك ما قلت لا على مها، وعمري ما قلت اني موافق اتجوزها. تقوم تفضل عليها بنت رقاصه في مولد؟ انت عارف يعني ايه رقاصه؟ انا كل اللي اعرفه اني حبيت نوسه. ما فكرتش في سمعه العيله؟ سمعه ابوك؟ اختك؟ مين
ولاد الناس يقولوا انه يتجوز واحده اخوها متجوز رقاصه. رقاصه يعني اللي ما يشتري يتفرج. يعني ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ تبعد عن البنت دي، تنساها نهائي. اسف ما اقدرش يا بابا. ايه للدرجه دي؟ واكتر كمان، ذنبها انها اتولدت لقت نفسها بتشتغل في الموالي زي ما حضرتك بتقول. ذنبها انها بتشتغل وتشقى وتتعب عشان تصرف على ابوها و500 عيله متشعلقين في رقبتها. كل ذنبها انها حبتني، ورغم انها عارفه انا مين وابن مين، عمرها في حياتها ما جربت انها تستغلني ولا تطلب مني حاجه. عايز نبعد عنها واسيبها ليه يا بابا؟ عشان فقيره؟ انا بقى بالنسبه لي نوسه دي اغنى واشرف انسانه في العالم. بس يا رب بقى اعرف الاقيها تاني. انا عارف يا ابني الموضوع صعب بالنسبة لك، خصوصا انك انت شاب مالكش خبرة في الحياة. انا هسيبك كم يوم ترتاح وتفكر، بس فكر في سمعة العيلة وسمعة ابوك، فكر في اختك، اختك اللي مالها الذنب. المصيبة دي يا ساتر يا رب. مصيبة ايه بس يا بابا؟ اخوك، اخوك اللي لحد دلوقتي ما جاش، بكلمه على الموبايل لقيته قافل. اي راح يدور على نوسة. الله يخرب بيت نوسة على اللي جاب نوسة. انت ما هتخرب بيتي. ليه بس كده يا بابا؟ انت عارفة الناس دول جايين علشان ايه؟ جايين عشان ما هتشوف عمر. مش بس كده، عشان كمان ممكن انهم يتكلموا بجواز ابني من بنتهم. اقول لهم ايه دلوقتي؟ قال لهم ابني راح يدور على الخزية اللي بيحبها. هو في ايه يا عبد القوي؟ الله جرى يا اخويا، هتفضل قاعد زعلان كده ولو خلقتك ومادت بوزك سبع تشبار قدامك، الحل ايه بكده؟ قولي لي انت الحل ايه يا جمالات؟ بقالنا ثلاث اربع ليالي المسرح فاضي، ولو اتمنى ربع ونبوس ايدينا وش في ظهر. طب ما جبتك واحده تانية، ولا هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، ولا اتعملت في قلب وكسر القلب بعد ما اتولدت؟ الله. طب جربني انا. ما جربتك يا جمالات، جربتك والناس كانت ناقصه تزقني بالطوب. طب ما جربني تاني. ليه صوتك اتغير؟ ما صوتك هو هو، ومن الاخر كده انت ما تعرفيش تهدي زي نوسه. خلاص بلاش، خليني اعمل نمره الساحه. يا ست انا عليا الحرام من دراعي، ممكن اخليكي تعملي كل النمر، بس الزباين برضو عايزه رقص مغنى حاجه طريه يا جمالات، طريه. ما انا برقص يا ولا، هو في حد يعرف يهز زيي؟ من الاخر يا جمالات الزباين عايزين نوسه. الله يحرق نوسه على ابو نوسه في ساعه واحده. ايه اقولك يا جمالات، احنا بعد يومين مش هنلاقي فلوس عشان الماما عشان الاكل. يا جمالات انا بقعد بالثلاث ساعات انبح في صوتي، ما بيدخلوش غير ثلاث اربع زباين. بعد ما كانوا بيعرفوا ان نوسه موجوده يقفوا طوابير ويتمنوا عشان يدخلوا. يا جمالات البنت دي لازم ترجعوا باي طريقه. خلاص يا اخويا، وريني هترجعها بأي طريقه. وانا لقيت اللي مقتول. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول لك يا كبير اللي حصل، خدها من شغلها وقعدها في لوكاندا لوكس اللوكس. بقول لها اتجوزك. تعرف عنوان اللوكاندا دي واسمها ايه؟ اعتبر الكلام ده واضح. حصل حصل، ان شاء الله هجيب لك اسمها. انت هتنزل من هنا على المصنع تقابل الاستاذ عصفور. المصنع؟ لا بلاش المصنع علشان عمر ما يشوفكش هناك. السواق هياخدك هيوديك المكان اللي هتقابل فيه الاستاذ عصفور، هيديلك موبايل عشان تتصل بيا، فاهم؟ الا فاهم يا كبير، ما تلحقنيش بس، الموبايل ده مش محتاج مصاريف. بمؤاخذة طيب 400 جنيه يا عم، أول ما تعرف معاك جوازهم تبقى تبلغني على طول. طب خليهم 500 عشان الميعاد يبقى مظبوط. بمؤاخذة اتفضل. امشي لسعادتك يا كبير، واموري بعد اذن سعادتك. ربنا يستحق. قول معانا. بقول لك يا اخويا، ولا تزعل نفسك ولا تحرق دمك، البت نوسه دي زي القرش البراني، هتلف تلف وترجع لجيبك. اطمن يا اخويا، قبل ام وابويا.
فين نوسه حسن محمود؟ انا نوسه. هاتوها. استنى عندك. هي عملت ايه؟ عليها قضيه سرقه. انا ما سرقتش حد. بنتي مش حراميه يا حضره الضابط. بنتي هتتجوز النهارده عمر ابن حسين بيه الشواربي. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، هتعرفوا كل حاجه في الاسم. يلا يا توها. ابعد حاجه. ايه ابعد حاجه. ابعد 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 ابعد. في حاجه غلط في الحكايه يا باشمهندس. شفت الظابط وهو بيقولها بالفم المليان يا حراميه؟ كلام ايه ده؟ نوسة حراميه؟ طب ازاي وامتى وفين؟ انا عارفه دي جوازه دي ولا جنازه. شفت ربنا بيحبك يا اخوي، كنت هتتجوز بنت حراميه. في اربعه مقدمين بلاغات باغراءات ليهم وسرقه المحافظ بتاعتهم. نعم، وفين المحافظ اللي انا سرقتها دي؟ ومين الاربعه دول وهم فين؟ دي المحافظ اللي لقاها من الشرطه في الدولاب بتاعها اللي في الفندق. يعني انتوا كمان دخلتوا اوضتها من غير علمها؟ دي مجرد اجراءات يا باشمهندس، المهم ان البلاغ طلع مظبوط. ده ظلم، ده افترا وكذب. روح شوف مين اللي مسلطك عليا. ترمي نفسك واتكلمي كويس. خدها مني وحطها في الحجز. حجز؟ حجز ارحمني يا عمري. ما تخافيش يا يوسف، انا هتصرف. ما تخافيش والله العظيم يا خرابي. ابوس ايدك يا بيه، اعمل حاجه. بنتي بريئه ما عملتش حاجه. ابوس ايدك. ما تخافش يا عم حسن، ما تخافش. بنتي لوسه لوسه. كله تمام يا سعاده الباشا. مرميه في الحجز في اسم الشرطه. يعني هتتعرض على النيابه بكره؟ اكيد يا باشا. بصيت الاربع رجاله بتوعنا يقولوا ايه في التحقيق؟ هما لسه هيقولوا. ما هو قالوا خلاص، كل واحد قال كلامه في محضره في كل بلد. عمر فين دلوقتي؟ انا ما عنديش فكره. سعاده باشا، انت ناوي تحبس البنت دي؟ انت رايك ايه؟ انا رايي يا باشا، لو الباشمهندس حط عقله في راسه واتجوز بنت عبد القوي بيه، خلاص يبقى يا دار ما دخلك شر. نسيب البنت تخرج من السجن ويبقى كسبنا فيها ثواب. والله انا ما عنديش مانع، انا موافق على رايك ده، بس يا ترى عمر هيوافق؟ لازم يوافق يا باشا، اصله لو ما وافقش البنت هتخش السجن، والباشمهندس دلوقتي هيحس انها اتحبست بسببه. انا المهم عندي دلوقتي ان مفيش مخلوق يعرف انني لقيت في الموضوع ده، مفهوم؟ طبعا يا باشا. واقف ليه؟ ما تقعد. خير؟ عايزني في ايه؟ انا فكرت في الكلام اللي حضرتك قلت عليه. كلام ايه؟ انا مش فاكر. انا موافق اتجوز معاها. كويس كويس قوي، معنى كده انك انت فكرت صح. بس انا ليه شرط؟ عايز تخرج البنت دي براءة، مش كده؟ مش هو ده كلام حضرتك؟ وانا تحت امرك وهنفذ لك كل طلباتك. يعني نوسة ممكن تخرج النهارده او بكره؟ لا، تتجوز الاول تخرج نوسة، واللي عايز نوسة تخرج تروح تتجوزها من ورايا. والله العظيم يا بابا اقسم بالله هعمل. ما تحلفش. تنفذ طلبي انفذ لك طلبك. قلت ايه؟ حكمت المحكمة على المتهمة نوسة حسن محمود بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بالمصاريف. رفعت الجلسة. بهدورة. شفت انا اهم واحده في العنبر، لكن ما جيش واحد على 1000 من وهيبه الجرحي، او زي ما بيسموها في السجن الحاجه وهيبه. دي الهانم بقى بتاعه السجن، اللي كلمتها تمشي على اللي هنا واللي بره، والكل يتمنى لها الرضا ترضى. يا دين النبي، دي باين عليها حاجه كبيره قوي، وكل كوم والحرس اللي ماشي قدامها ووراها ده كوم. امال ده بيقولوا عليها حكايات تضرب حكايات السيمه بالصرم. ازاي يعني؟ اقول لك يا حبيبتي، اصلها لها شنه ورنه وسط كبارات البلد، واجعص جعيس فيهم يعمل لها 1000 حساب،
ويا بخت ويا سعد ويا هناء اللي ترضى عنه، ويا ولو يا سواد ليله اللي تغضب عليه، يبقى المطر حمله. وايه اللي مقعدها هنا طالما عندها المهرجان ده كله؟ يا حبيبتي هي لو عايزه تخرج في اي وقت هتخرج، هي اللي مش عايزه. اصل بيقولوا انها كانت عايشه بره مصر، واول ما رجعت سالوها عايزه تقعدي فين، قالت لهم امن حته السجن. امن حته السجن دي اكيد ليها عدوين كتير وخايفه منهم. يا حبيبتي حبايبها بره السجن اكتر، وكلهم من كبارات البلد. انا اول مره اشوف حد جوه السجن وقادر يخرج ومش راضي. ما هو يا حبيبتي في ناس السجن ستره ليهم، زي مثلا اللي هربان من طار، بتوع توظيف الاموال، اللي هربان من نفقه كده يعني. ربنا يجازي اللي كان السبب. ايوه يجازي اللي كان السبب. راجل مفتري بصحيح. راجل؟ هو انت عرفت هو مين؟ اه انا مسكت واحد من الاربعه اللي اتهموكي، مسكته وزرزرته كنت اخلص عليه، ما سبتوش غير لما قال ان حسين الشواربي هو اللي وزع عليك ومرقاد لك مساعد حرق الخيمه. حسين الشواربي؟ اه ابو عمر؟ ايوه ابو عمر. انا مش مصدقه. انت بتتكلم بجد يا خربوش؟ جرايه يا بيت، بتكلم جد طبعا، واكذب ليه؟ انت عارف انا ما بحبش الكذب. هو ده انا حتى رحت اشتغل وقلب منه قرشين وهدده واقول له انا هروح اقول لابنك اللي انت وزيت على نوسة، قال لي ما ابني عارف، طلعوا الاثنين متفقين عليكي. عمر؟ يعني عمر كان؟ ايوه كان، وكان يا مكان. مش قادر اصدق. عشان عبيط، انت ناسي يا نوسة لما سابك مرميه في الحجز وما راحش سال عليكي؟ ده انت قبل ما تروحي المحكمه كان المعلم متجوز. ناسي ايه يا نوسه؟ لو انت ناسي انا ما بنساش. ده ناس مفتريه ما عندهمش رحمه. ده الراجل ما قالش عليه يديني قرشين يقول له حطهم لها في الامانات، البنت الغلبانه اللي احنا ظلمناها وحبسناها. لا ما عملش كده، بالعكس شتمني وطردني وقال لي مش عايز اشوف خليتك تاني. بذمتك ينفع يقول لي كده؟ على الحرام من دراعي انا كنت عاملها معاه بس ما رضيتش. كل ده يطلع منك يا عمر. هيا منى حبيبتي، وصلتوا لفين دلوقتي؟ طب يلا بقى بسرعه، النبي وحشتوني قوي. خلي السواق يلا مستنيكم، مع السلامه. في ايه يا عمر؟ دي رابع مكالمه اتكلمها له. وفيها ايه يعني؟ يضايقك اني عايز اشوف بابا واختي؟ لا يا حبيبي ما يضايقنيش، بس هما زمانهم جايين في السكه. قوم انت بس غير وخد شاور وهما زمانهم جايين. انت كمان هتقولي لي قوم استحمى؟ دي حاجه تقرف. ناقص تقولي لي البس ايه وما البس ايه؟ لا يا حبيبي انا ما اقصدش، انا بحبك وعايزاك على طول تبقى فريش وشيك. ليه ان شاء الله؟ شايفاني مبهدل قدامك ونايم على روحي؟ شايفك احلى واشيك راجل في الدنيا. طب يلا البسي. بابا ومنى زمانهم على وصول، واعملي حسابك ان احنا هنسافر معاهم. نسافر؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ايه؟ مش عايزه تعيشي معايا؟ عموما يعني على راحتك جدا، لو عايزه تعيشي هنا انا ما عنديش اي مشاكل في حاجه، على قلبي زي العسل. يا سلام، وليه انت بقى ما تجيش تعيش معانا؟ ايه لازمتها يعني نروح نعيش في الارياف دي؟ ارياف؟ هي طنطا في نظرك ارياف؟ لا ما اقصدش انا بس. انت ما روحتيش ارياف ولا تعرفيها في حياتك، بتفتي ليه؟ انا بالنسبه لي اي حته بره اسكندريه والقاهره ارياف. بالذمه اقولها ايه دي بس؟ انت يا بنتي كانك مش عايشه في مصر اصلا. افرض انا كنت من الارياف كنت هتتجوزيني ولا لا؟ اه طبعا كنت اتجوزتك. ده انت لو من الصحراء مش من الارياف كنت اتجوزتك برضو. هتيجي معايا ولا مش هتيجي؟ هاجي بس ما نقعدش كتير هناك، يومين ثلاثه ونرجع. نرجع؟ واشتغل فين انا؟ ها؟ اشتغل فين؟ تشتغل هنا مع بابا. ايوه يا عمر ما بتتكلم مظبوط، انا محتاج مهندس في شغلي. ايه اذا كان بقى شغلك مش عاجبه؟ معقوله مش عاجبه؟ ده كلام يا سميحه هانم، ده انا ذات نفسي كانت امنيه حياتي ان انا اشتغل مع عبد الاول. شايف كلام انكل يا عمر؟ بابا وعمي رجال اعمال مع بعض، لكن انا مهندس وتخصصت في منتجات شركتنا، يعني مسائل المباني والمقاولات ما بفهمش فيها. ومين قال لك ان انا بشتغل في المقاولات والمباني بس؟ انا عندي مصنع نسيج ما فيش زيه، وكمان عندي توكيل لبيع السيارات. كده بقى ما يبقالكش حج، ولو مش عاجبك كل دول شوف ايه اللي يريحك وبابا يعمله لك. خلاص بقى يا عمر زي ما قالت مها مالكش حجة. خلاص يا جماعه طب سيبوني بس افكر كده لحد ما اقعد مع بابا. وتقعد مع بابا ليه؟ هو بابا نفسه يقدر يقول لي على حاجه انا عايزها؟ لا لا طبعا. انت بتقول لا؟ بقول لا. لا بمعنى يعني انا ما اقدرش اعترض على اي حاجه انت تقولها. انا افتكرت حاجه ثانيه. اقوم بقى يا حاج. عايزه مني حاجه؟ رايحه فين؟ هروح اتغدى. هتتغدي معايا هنا؟ معلش انا بحب اكل مع زمايلي. لا من هنا ورايح هتتغدي معايا. اقعد. علشان ايه ده كله؟ اصلك عجبتيني يا بنت، اول واحده تتحداني.
ما همكيش العلقة اللي خدتيها ولا تهزيتي. أنا أصلي ليا نظرة، أنا حاسة إنك دخلت السجن ده أوانطة، وعشان كده عايزاك تقعدي معايا وتحكي لي حكايتك إيه. هفيد إيه لما أحكيها لك؟ ما خلاص اتحكم عليا. احكي لي بس وهتشوف أنا هعمل لك إيه. حضروا لنا الغدا يا غجر. حاضر يا حاجة من عيني. واحنا قاعدين بنتغدى هتحكي لي حكايتك بالتفصيل. حاضر يا حاج. حاضر. ده كلام؟ فرصه زي دي تجيلك على طبق من ذهب تضيعها كده اهو. انهي فرصه؟ انك تشتغل مع عبد الاول. بابا اخبار نوسه ايه؟ اللي انا اعرفه ان نوسه في السجن. ايه في السجن؟ هي القضيه لسه ما اتقفلتش؟ اتحكم عليها بثلاث سنين سجن. وازاي بابا تسيبهم يحكموا عليها؟ ازاي ما طلعتهاش بريئه؟ مش اتفقنا على كده؟ وانا حاولت معرفتش. ازاي بابا؟ مش الناس دول تبعك؟ كنت فاكر كده، لكن بعد ما كل واحد فيهم اخذ اللي فيه النصيب اختفوا، معرفتش طريقهم. يعني سبتها تدخل السجن وهي بريئه وما عملتلهاش اي حاجه؟ يعني انا قلت لك ان انا حاولت اعمل ايه اكتر من كده. يعني حضرتك عايز تفهمني انك ما تقدرش تعرف طريق الناس دول؟ حتى لو عرفت طريقهم مش معقول هيجوا قدام المحكمه ويعترفوا، يتحبسوا يا ابني. ليه يا بابا؟ ليه حرام عليك؟ ده انا صدقتك وسمعت كلامك ورحت دوست على قلبي واتجوزت ماء عشان نوسه تطلع بريئه، تقوم تعمل فينا كده؟ ليه ده كله؟ خلاص يا ابني خلاص، اهدى بقى وانسى الموضوع ده خالص. انت المفروض تنسى البنت دي، واوعى اوعى مراتك تعرف حاجه عن الموضوع ده. انا قلت الماء على كل حاجه. انت اتجننت؟ ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت عايز تعمل لي مشكله مع ابوها؟ اطمن، هي ما اتضايقتش ولا حاجه، هي كل همها اني كانت تتجوزني حتى لو كنت بحب غيرها. خلاص غيرها ده انتهى. لا ابتدى. انا مش فاهم يا ابني ايه علي؟ انت عايز تهد كل اللي عملته عشانك ليه؟ حضرتك بتهد ما بتبنيش. الله، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف هي في انهي سجن؟ اظن عشان تروح تزورها. امال اسيبها مرميه في السجن بسببنا؟ نوسه لازم تخرج. خلاص يا اخي انت حر، روح اعمل اللي انت عايز تعمله. حر؟ انا عمري ما كنت حر. يا ابني اي شاب في سنك بيحسدك على النعمه اللي انت فيها دي. انت متجوز بنت اغنى واحد في مصر، احمد ربنا. ربنا؟ ربنا يسامحني على اللي عملته، ربنا يسامحنا كلنا. علشان تنتقمي وتاخدي بطارك يا نوسة لازم تخرجي من هنا مش زي ما دخلتي. يعني عايزة نعمل ايه؟ يعني عايزاكي تبقي نوسة اللي ما يعرفوهاش، تتغيري، كل حاجة فيكي تتغير، حتى اسمك. انت لزمك توضيب كتير. ازاي يعني؟ يعني عايزاهم لما يشوفوكي ما يعرفوكيش، يفتكروكي واحدة منهم، بتعرف انجليزي وفرنساوي وبتلبس احسن لبس والكل يتمنى منها نظرة. وانا هعمل الحاجات دي ازاي يا حاج؟ ما انت عارفه ان انا على قد حالي. يا بنت قلتلك هتخرجوا من هنا جاهزه تمام من كل حاجه. وانا هعمل الحاجات دي امتى؟ لازم اخرج من السجن الاول واروح للي بيعلموني ويلبسوني والحاجات اللي بتقولي عليها دي يا حاجه. امال انا رحت فين؟ انا هجيب لك كل اللي هنحتاجه. بجد يا حاجه؟ هو ايه اللي بجد يا بنت؟ هو انا شويه في البلد؟ وبعدين الكلمه اللي اقولها لازم تتسمع. والله يا حاجه انا ما مصدقه اللي انت بتعمليه علشاني ده. اصل انا بشوف فيكي شباب يا نوسة. وانا طول يا حاجه وانا صغيره قدك كده حبيت واحد كان اقل من مستواي واهلي رفضوه، لكن انا اصريت واتجوزته وعشت معاه اجمل ايام حياتي، امنته على كل ما املك، وفي يوم صحيت ما لقيتوش، فص ملح وداب، وبعدها اتجوزت وعشت بالطول وبالعرض، لكن ما نسيتش ان انا ما خدتش حقي، عشان كده هخليكي تاخدي حقك. عرفت انا بساعدك ليه يا نوسة؟ عرفت يا حاج، عرفت. صباح الخير يا باشمهندس. عسلية، ازيك يا عسلية؟ تعالي ادخلي. ازيك يا باشمهندس؟ عاملة ايه؟ وحشاني. وانت كمان والله. اقعدي. كتر خيرك. اخبار الفرقة ايه؟ وبتشتغلوا فين دلوقتي؟ يعني انت كنت بتسأل يا باشمهندس؟ معلش يا عسلية، بس سافرت غصب عني. بتزوري نوسة؟ ازاي بس؟ هو انا عارفة لها طريق جرة؟ ازاي ده؟ انت كنت اكتر من الاخوات. اللي اسمه خربوش ده مش عايز يقول لنا هي في سجن ايه. هو خربوش بيزورها؟ بس من ورانا. انا عرفت ده من جمالات. انا كنت عندها من كام يوم. ايه والنبي؟ شفتها يا باشمهندس؟ طب طمني عليها. والنبي صحتها رده؟ يا عسلية ما رضيتش تعملي. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس؟ هو ده اللي حصل. ظهرني في واحد ابن حرام فاهمها ان انا اللي ورا اللي حصل لها ده. طب ازاي؟
ده انت خلاص كنت جايب المأذون وكان خلاص هيحصل المراد. ده كله على ايدك عسلية. هو مفيش غير خربوش الكلب ان شاء الله يبتليك بنصيبه روح تلاقيه برضو شايلها من ناحيتك. بصراحة كده باشمهندس بس مزعلش مني، يعني انا ساعات باخد ودي مع نفسي برضو واقول ايه اللي خلاك تتجوز بالسرعة دي كأنك كنت مستني تخش السجن. انا اتجوزت عشان يا عسلية. الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس، يعني ايه اتجوزت عشانها؟ هو ده اللي حصل. بابا قال لي انه ممكن يخرجها بريئة من القضية، بس شرط عليا ان لازم اتجوز بنت واحد صاحب، وانا كنت عاوز اعمل اي حاجة عشان نوسة ما تدخلش السجن. طب واللي حصل؟ اللي حصل غير كده، خلي بيا. هو بيقول انه ما قدرش يطلعها بريئة، بس انا حاسس ان هو ما رضيش يطلعها عشان ما يحصلش مشاكل. يا عليك يا باشمهندس، يعني انت ما كنتش قادر تستنى شوية لغاية لما يطلعها من المصيبة اللي هي فيها دي، وبعد كده تروح حاطه قدام الامر الواقع وتعمله اللي انت كنت هتعملوه؟ ما هو ده اللي انا كنت عاوز اعمله بس ما رضيش. قال لي لازم تتجوزها الاول وبعد كده اطلعها لك بريئة. يعني كده نوسة راحت في تيس؟ يعني كده نوسة راحت؟ نوسة اتظلمت قوي يا باشمهندس، اتظلمت كده. من يد من اعدم. الآن ليه يا حسين بيه؟ أنا أصل في الحقيقة بنتي رفضت تتجوز ابن المحافظ، فأنا خايف ما يقفش جنبي في الانتخابات. وإيه دخل الشغل في الجواز؟ ما كل واحد يتجوز اللي عايزه. أصل حسين بيه يا حاجة خايف إن الراجل يكون لسه شايل منه فيقف ضده مع خصومه في الانتخابات. مع إني والله أنا كنت ناوي أعوضه عن الجوازة دي. ولا تعبره ولا تعوضه. أنا قلت له كده مش مصدقني. أيوة ما هو برضه الراجل ده محافظ، يعني كلمته مسموعة في المحافظة بتاعته يا عبدالقوي بيه. نعم كلمته مسموعة، محدش كلمته مسموعة إلا كلمتي أنا. وبعدين الحزب، أنت تقدر تنجح من غير كلمة أمين التنظيم؟ اطمن يا سيدي، ربنا يخليك لينا يا حاجة، وعلى العموم كل طلباتك مجابة. قصدك كل أوامري؟ طبعا لا مؤاخذة حاجة أنا غلطت. أنا هكلم أمين التنظيم يكلم المحافظ ويفهمه انك انت ان ما نجحتش ذنبه على جنب. بقولك ايه، انت اتفهمت مع الحزب؟ ايوه حاجة، ودفع المعلوم. يبقى خلاص نقدر نقول لك مبروك يا سيادة النائب. بالذمة يا حاجة. الله مش مصدق؟ ما تقوله يا عبد القاوي. بقى ده برضو كلام تقوله قدام الحاجة. انا هكلم امين التنظيم يكلم المحافظ ويدينا التمام. ايه مبسوط؟ اظن كده تمام يا حسين. كويس قوي قوي قوي. الا صحيح، ايه حكايه البنت اللي ابنك مهتم بيها قوي دي وبيزورها؟ هو ابنك لسه له علاقات مع اي بنت من البنات اياهم دول؟ يا راجل عيب ما تقولش كده، انت عارف عمر كويس قوي، انا مربي تربيه ممتازه. امال ايه الكلام اللي قاله المأمور ده؟ ما انت نفسك شخصته. انت مش قلت له ان عمر ده قلبه طيب وحنين وبيحب الناس اللي بيشتغلوا معاه؟ قالت لك بنتي دي واحده من اللي بيشتغلوا في المصنع عندنا. لا انا افتكرت يعني ان ابنك طالع لك وبيحب الرمرمه. انا برضو اللي بحب الرمرمه، اللي بيته من ازاز ما يحدفش ناس بالطوب يا عبد الاول. مالك يا نوسه؟ ساكته ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ تكلمي. بصراحه يا حاجه انا زعلانه منك قوي. زعلانه مني؟ حصل حاجه؟ ما كانش العشم يعني انك تساعدي عدوين. قصدك حسين الشواربي؟ هو في غيره؟ مش هو ورا كل البلاوي اللي حصلت لي؟ ما عشان كده بكبره ولمعه. مش فاهمه بقى، بدل ما تخسفي بيه الارض عايزه تطلعي سابع سما. علشان انتقامك يبقى له قيمه ومعنى، وساعتها هتشفي في غليلك. فهمتي؟ طب عليكي ان قلت فاهمه حاجه. انت مالك يا بنت النهارده مخك كده مليس؟ مش عارفه يا حاجه، يمكن عشان سيره الناس دي بتخليني مش عارفه افكر. افهمك، انت لما تنتقمي هتنتقمي من واحد هلفوت بلوش قيمه، ولا لما تنتقمي من واحد له شنه ورنه والناس كلها بتخاف منه؟ ما هو اللي كان عندك ده له شنه ورنه. انا بكبره ولمعه واخليه في العلالي علشان انت تشنكليه وتوقعيها على جدور رقبته، وساعتها هيترمي ذليل قدامك. فهمتي ولا لسه مخك مليز زي ما هو؟ فهمت يا حاج، فهمت. المهم انت اللي تساعديني في الموضوع ده. لا اله الا الله يا بنت، اللي هنقوله هنقوله ونعيده ونزيده
انا قلت لك هخرجك من هنا زي نجمات السينما، وهتعملي في الرجاله زي هما ما كانوا بيعملوا في الرجاله اللي بيأذوهم. الهي ما يحرمني منك ابدا ولا من عطفك عليا يا حاجه، ربنا يخليك لي يا رب. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، اعملي لي بقى فنجان قهوه علشان اعدل دماغي، وبعدها تشوفي لي الفنجان. من عينيا الاثنين يا احلى حاجه في الدنيا. انا مش فاهم ايه مشكلتك دلوقتي. المشكله ان المقاول اللي واخد مقاوله المول ما بيسمعش كلامي، بيعمل اللي هو عايزه. طب الكلام ده ما قلتوش ليه لعبد القوي بيه؟ هو اللي جايبه والمفروض انه ضمنه. هو انا بشوفه اصلا؟ انت مش عندك صلاحيات والمبنى ده مسؤوليتك؟ ايوه انا اللي ماضي على كل حاجه، يعني لو انهار على الناس اللي فيه انا اللي هروح في داهيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه انهار؟ يعني لو كمل بطريقه الشغل اللي شغال بيها دي المبنى كمان سنتين ثلاثه ممكن ينهار. بابا الكلام ده في منتهى الخطوره. كنت عايزين اعمل ايه؟ غير المقاول. ما اقدرش اغير المقاول دلوقتي، ده كده كل حاجه تتلخبط. مش ضروري تغيره، يشتغل تحت اشرافي ويسمع كلامي في كل مراحل التنفيذ. الكلام اللي انت بتقوله ده انك هتهد كل اللي اتبنى. يا فندم انا هتصرف وهتلافي الخسائر ان شاء الله. انا ما اقدرش اديلك راي دلوقتي قبل ما اقعد مع عبد الاول. يعني اوقف الشغل؟ لا توقف الشغل ايه، احنا مستعجلين. ماشي الشغل زي ما هو لحد ما اشوف الحكايه ايه. ما هو الحكايه انا قلتها لحضرتك، المقاول بيغش في مواد البناء، هقول ايه تاني اكتر من كده؟ طيب اتفضل انت وانا هتصرف. اللي تشوفه سيادتك. عن اذنك. عن اذنك يا خربوش. ازاي الكلام ده؟ امتى ده حصل؟ يعني مفيش شغل الليله؟ فلوس يا خربوش، وانا مالي انه مات. مات؟ هو مين ده اللي مات؟ ابويا. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. يا لهوي، ردي عليا. يا ريتني ما كنت قلت لها. هو كان لازم تعرف. عسليه، روح جيبي لي ازازه الكولونيا من جوه. حاضر. نوسه نوسه يا حبيبتي، رد علي فوق يا نوسه، كلميني. اتفضلي استراحات نوسه. نوسه اسم الله عليك. فوقي اسم الله عليك. اسم الله عليك يا اخي. قرآن اسم الله عليك. اسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ابويا مجعك. معلش يا حبيبتي، كلنا هنموت. كلنا هنموت يا حبيبتي. مات ازاي وامتى يا عسليه؟ مات امبارح العصر يا اختي. ومحدش نجده. هو لحق يا كبتي؟ ما جبتلوش دكتور، وديته مستشفى. ودينا مستشفى بس عبال ما وصل كان السر الالهي طلع. بابا يا حبيبي يابا. اهدي يا نوسه، ما تعمليش في نفسك كده. خليكي عليا عسليه قبل ما يموت. ما جابش سيرتي والنبي. يا اختي ما كانش له سيره غيرك للنهار. ده حتى كان ناوي يجي معايا انا ومشمش الزياره دي. معاكي بقى، كفاياكي بقى يا حبيبتي. كفايه يا نوسه، كفايه يا حبيبتي، كفايه، ما تعمليش في نفسك كده. مش قادره يا حاجه، مش قادره. بس يا حبيبتي بس. ابويا مات يا حاجه. وحد الله، وحد الله. كفايه، كلنا رايحين يا حبيبتي. ابويا مات يا حبيبتي. ما تعمليش في نفسك كده يا ابويا. خدي اشربي ده الاول. سمي يا اختي قبل ما تشربي. صدقيني يا نوسه، اللي بيموت في الزمن دوت بيرتاح. اديكي شايفه العيشه اللي احنا عايشينها كلها عذاب. وانتوا هتعملوا ايه؟ يا حبيبتي يا اختي، قلبك علينا حتى وانت في الحاله دي. هو انا ليا مين غيركم يا عسليه عشان يكون قلبي عليه؟ طب خدي اشربي الاول عشان تعوضي دمك اللي اتحرق. خربوش عامل فيها رئيس وراح اتفق مع حسين الشواربي. ايه، عايز يبقى له الفرقه؟ لا، فرقه اللي يبقى هاله عنوسة. احنا بنعمل له شويه دعايه كده وشويه بلوتيك علشان ينجح في الانتخابات، وهو بيدفع كويس. وبينه وبينك لو عملناش كده كنا هنموت من الجوع. وابويا كان موافق على الكلام ده؟ الصراحه الله يرحمه ما كانش موافق، وكان بيزعق لخربوش في اخر ايامه،
ويقول له ازاي تشتغل مع اللي سجن بنتي، لكن جمالات بقى الله ينتقم منها كانت بتشخط فيه وتقول له ما تسمعش كلامه. دي قادرة هي كلفت خاطرها حتى تيجي وراه المستشفى بعد ما خدناه في عربية الإسعاف ومشينا. حسابك تقل معايا قوي يا جمالات. خد يا حسين، خد اشرب الكاس ده. لا 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 خلاص، انا مش عايز اشرب حاجه تاني خالص، انا استكفيت من ايدي. انا شربت كتير قوي، انا شربت حتى السماله. دمك خفيف يا مضروب. خد طب اشرب ده كمان. يلا بس انت عايزه مني؟ عايزه اساعدك وخليك اسعد انسان في الدنيا دي كلها. إذا كنت عايزة تسأليني وتخليني أسعد إنسان في الدنيا دي كلها، تعالى ندخل جوه. لا 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 لا، إحنا ما اتفقناش على كده. الله، خد الكاس الأول. طب شوفي. أنا شربت الكاس أهو، بس عايز منك حاجة. أمر ولا نفس. ترصيلي راسها، ما كنتش حد تاني شافها منك قبلي. بس كده غالي والطلب رخيص، بس يلا شخشخ جيبك سباج اناناس. انتوا كمان بتعرفوا الاناناس؟ امال ايه؟ اهو جيبك اهو اهو اهو. طب استنى ما عندك. لا انت لسه هتعد، خليهم ببركته. خد اشرب. هشربه وندخل على جوه. على فين؟ الله، انت مش قلت لي هروس لك؟ شوف راسي. شوف بقول لك، اتفق معاك اتفاق وسوا، احنا ندخل جوه وبعد ما نخرج من جوه روسيلي زي ما انت عايز. طب اشرب من ايدي بس ده الاول. تعال طيب، تعال تعال او مين. تعال تعال نجاة اشيلك. مهلا، خدلت دراعتي. ايه واحنا مشي؟ احنا هنا في اوضه النوم. طب تعالى انا جنبي. تعالى يلا تعالى. نمت؟ نام. قال تعالى نام جنبي. قال تعالى نوم العوافي يا خايف. سرة برضو ما تاخديش معايا كاس ايدك، ما قلتلك اللي فيها يا دناي. حلوة دناي دي. طبعا دناي، وفي اغلى من دنا، اللي حبه لازم يبقى دناي. طب ده بتحبيني قوي كده، مش المفروض تسمعي كلامي؟ اسمع كلامك بس بالحلال. مصرة يعني؟ خلاص يا حبيبي، لو مش عاجبك بلاش منه، شيل ده عندك يرتاح ده منك. طب اعملي لي كاس. صدقني يا حسين، الكاس ده لو شربته وانت معايا هيبقى طعمه احلى بكتير. طيب مط يلا. يلا فين؟ هو كنت فاكرني حسين ان عيله صغيره هتضحك عليا تديني كاس واتنين وتجيب رجلي؟ لا يا حبيبي، ده انا جمالات، جمالات اللي بتسرق الكحله من العين. طب اعملي لي كاس وعمر واصي. انا الاتنين يا حبيبي. لا 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 لا، عندك. اسمع ما اقول لك، انا خلاص سلمت، انا هجيب ورقه واكتب عليكي. ورقه ايه؟ انت رايح تشتري لحمه؟ مش انت اللي طلبتي ورقه؟ ايوه، باتنين شهود. شهود؟ لا، الا الشهود. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه دي تبقى فضيحه. ماشي يا حسين، اذا كان جوازي منك فضيحه يبقى مفيش داعي منه. وعلى العموم انا يعني عندي اتنين شهود
سكتوا بوكتوا. مين دول؟ اخويا واحد تاني بيشتغل في الفرع، وانت عليك تجيب المحامي يكتب علينا. ها قلت ايه؟ تسلم ايدك، الف شكر. ايه ده مشمش؟ يعني انت مش قادر تستنى لحد ما الباشمهندس يجي؟ يا دي خربوش اللي بيعكنن عليك حتى في الاحلام. تحب اشوف لك صرفه واخلصك منه؟ لا، وعلى ايه؟ هو ماله ومالي؟ بعدين هو هيبقى فين واحنا فين؟ على رايك هو فين واحنا فين وحيلقينا فين؟ بس في حاجه غريبه. ايه؟ عمر. ماله عمر؟ معقول بيحبني كده حتى في الاحلام؟ ده اللي انت عايزاه، اما هو بقى الله اعلم. ما كانش هيتجنن عليا كده ونفسه يشوفني. شفتي انت لسه بتحبيه؟ اطمني، هو مستنيك. بالذمه فين؟ الله، انت مش اتفقتي مع البت دي اللي اسمها ايه انه يجي لك؟ اصل صعب عليا قوي في الحلم. وعايزه تصلحيه في العيل. لا، انا كنت عايزه اتاكد من حاجه يا حاج. ايه هي؟ انه لسه بيحبني عشان اتشفى فيه. الله، احنا مش قلنا ننسى حكايه الحب والايام والغرام ده ونركز في الانتقام؟ ولا هترخرخي بقى ونفضها من اصل؟ لا لا يا حاجه، اللي انت تقولي عليه هو اللي يمشي. انا بس كنت عايزه اتاكد. ما انت اتاكدت. امال هو عايز يجي لك ليه؟ يمكن عايز يجي عشان هو اللي يتشفى فيا. يا بنت انت هتلعبي عليا؟ الراجل لما يكره واحده يبقى مش عايز يشوفها ولا يسمع سيرتها. لا، حسين بيه، الراجل لازم ينجح. ده جاني مع عبد القوي شديد وانا وعدته. بس يا حاجه ده ملوش شعبيه خالص ولسه داخل الحزب جديد. انا بقول نخليه للدوره الجايه. انت عايز يقول عليا نصابه؟ هو مش دفع لكم انتوا كمان ولا عايزينه يفتحكم في كل حته؟ ما تكبر مخك يا عزيز. خلاص يا حاجه، انت عارفه احنا ما نقدرش نرفض لك طلب، يعني طلباتك اوامر. لكن قوليلي، انت ناوي تخرجي امتى؟ من ناحيه دي انا هتكلم معاه وهطلب منه ان امورهم يسووا له كل امورك. لا يا ستي، شوف انت عايزه ايه بس، وانا اوعدك ان كل حاجه هتبقى تمام. لا لا لا، خلاص، موضوع حسين الشواربي ده اعتبريه خلاص نجح، ونجح باكتساح كمان. صلاة على الصلاة. السجن طرق ده ليه؟ ده وانا كله قاندة. دنوس، دنوس، انزل يا نوسة، انزل يا جميل في الساح. نوسة، ايه الحلاوة دي يا نوسة؟ الحمد لله على السلامة. وايه اللبس الحلو ده؟ بس الرقع الحاشي برضه نوسة. ده انا جاي بزفت حسب الله، هعمل لك احلى دفع فيك يا ناطر. يلا يا نوسة، بط يلا. على السلامة يا نوسة. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت ما عندكش دم ولا ايه؟ ده انت اللي حبيتها. يلا بينا يا نوسة. يا جدع بقول لك اعملها معاك انا، ما بالسن. بس بقى يا ابني انت الله. يلا يا نوسة. يلا فين؟ نوسة تدخل الصيني وهتيجي معايا انا. يا عم ريحنا منك بقى. يا عم غرفة ده هي انت. انت عايز ايه؟ ايه بقى؟ فتح الروسة! الروسة! ارفع الروسة! الروسة! من دوب يا روسة! الروسة! ارفع الروسة! الروسة! راح فين يا روسة؟ راح فين؟ فتح الروسة! عارف ايه يا معلم؟ بقول لك ايه؟ انت عامل عليا شوية دول، انت عايز تاخد الروسة مني؟ يا ابني ارحمني بقى! الناس دي معاك ولا ايه؟ روسة! ما تبطل يا روزة، انت بتعمل مزيكا على مين؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا حاجه وهيبه. انت اللي وحشتيني. قولي لي، عملت اللي اتفقنا عليه؟ بالظبط زي ما اتفقنا يا حاجه. بس عمر، عمر صعب عليا قوي. الله، هنرجع نحن تاني؟ يبقى هنبوظ اللي اتفقنا عليه. ما تخافيش يا حاجه، ما فيش حاجه هتبوظ. قولي لي، حتى مطرح قلبك ايه؟ حجر صوان. برافو عليك يا بنت، برافو عليكي. اهلا وسهلا ست الكل. اهلا اهلا اهلا.
ايه النور ده؟ ملك هانا. سهل اتفضلي. بجد؟ بقى فرح مدام شفتك. كلك ذوق، دايما كلامك بيخر كده عسل وملبن. ربنا يخليكي، اتفضلي. اهلا 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 اهلا. نورت. اهلا، ازيك؟ اتفضلي. على اذنكم. اتفضل. انت رايح فين؟ الحاجة وهيبة جت، هروح اسلم عليها. ده ايه النور ده؟ ازيك يا حاجة وهيبة؟ اهلا اهلا اهلا، انت فين؟ انا كويس قوي طول ما انت راضي عني. الله، ايه يا حاجة؟ مش تعرفينا بالهانم؟ ايه ملك هانم، شاركتي في كل اعمالي اللي جاي. اهلا اهلا يا ملك هانم. ويا ترى ناوية تحط فلوسك في ايه؟ في اي مشروع هيكسبني ضعف اللي هدفعه. بسم الله ما شاء الله، لا لا دي بداية ممتازة. يا اهلا وسهلا. لا ده مساء الخير يا جماعة. اهلا، مساء الخير. تسمحي لي يا هانم براسي. يا باشمهندس ما نعرف عنها حاجه. مش هي بتتصل بيكو؟ لا احنا اللي بنكلمها. هي من ساعه ما خرجت من السجن وهي مش عايزه تقول لنا هي قاعده فين. طب انتوا ما سالتوهاش؟ لا بنسالها، بس هي دايما تقول لنا ان هي مبسوطه وبتطمنا على نفسها. ده حتى حسين بيه والدك بعت لنا في المكتب وقال لنا ان هو عايز يعرف مكانها، واحنا قلنا له ما نعرفش، قال لنا لو عرفتوا مكانها هرضيك واجيب لكم سكن وعفش. هو بابا عايز يعرف مكانها ليه؟ اكيد بيفكر يأذيها. بقول لكم ايه، انا مستعد اجيب لكم عفش، فرش، اي حاجه انتم محتاجينها، بس ما حدش يقول لبابا هي فين. عيب عليك يا باشمهندس، هو ده برضو اللي تعرفه عننا؟ احنا ما نبيعش صاحبتنا ولا صاحبنا ولا بكنوز الدنيا كلها. بس انا مش عارف هي بتعمل معايا كده ليه، بعدين كنا متفقين على كل حاجه. بص يا باشمهندس، والله هو اعلم، الست اللي اسمها وهيبه اللي كانت معاها في السجن دي شكلها كده ماسكه دماغها، وشكلها كمان رسمها على رسمه زي ايه يعني؟ ما حدش يعرف. انا عايزاك تطمن يا باشمهندس، نوسه مش صغيره ولا حد في الدنيا دي كلها يقدر يلف دماغها الا بمزاجها. على كده بقى تبقى مش طايقاني انا؟ طب ما حدش فيكم يعرف هي غيرت اسمها ليه؟ ما هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اسالك فيه يا باشمهندس. يعني لا مؤاخذه، انت متاكد اللي انت شفتها دي نوسه نوسه بتاعتنا؟ الا متاكد، انا شميت ريحه الياسمين من قبل ما اشوفها. مش ممكن اتوه نوسه ابدا. والله ما صعبان عليا الا عمر. لو فضلت حنة كده هتبوظي كل اللي احنا عملناه. هنفضل كده كتير يعني؟ انت وشطارتك، انت مش بتقولي عايزه تنتقمي من اللي دخلوك السجن؟ ايه اللي عايزه انتقم؟ طبعا. خلاص، عبد القوي هو اللي هيوصلني. عبد القوي مش محتاج واسطه، خد نمرتي وخدت نمرته، ده حتى عايز يكتب لي الارض اللي هبني عليها المشروع. برافو عليك يا نوسه، دي اول خطوه ناجحه تعمليها. طبعا هيبقى لكم شغل مع بعض. اسمعي، انا عايزه عبد القوي يغير من حسين، وعايزاكي تسخنيه ضده علشان يطربق الدنيا على دماغه. والله انا شايفه ان الاثنين زي بعض. ايوه طبعا الاثنين زي بعض، الاثنين مرتشيين ونصابين. على فكره اعملي حسابك، الليله هنتعشى عند عزيز ابو العز. وانا لازم اجي معاكي؟ طبعا، علشان تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. مش يمكن عزيز ينفعك في موضوع عبد القوي وحسين؟ طبعا انت واثقه ان الكلام اللي قلته لك عن عبد القوي ده حقيقي. على فكرة بقى أنا ملاحظ إنك أنتِ ما بتاكليش. كفاية بقى شبعت. عشان خاطري، ممكن تاخدي دي من إيدي؟ طيب عشان خاطرك أنت. أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو دلوقتي لو كلمني
قفل السكة في وشه على طول. ده بني آدم ما بيجيش إلا بالطريقة دي. طب لما هو كده كنت جوزت ابنك لبنته ليه؟ دي حكاية طويلة. أصل يا ستي مراته كانت صاحبة المرحومة مراتي، وهو نفسه كان زميلي في الدراسة، بس بصراحة مراته وبنته حاجة تانية خالص غيره. يعني هما كانوا بيحبوا بعض؟ وده كمان اللي خلاني أوافق على طول. بيحبوا بعض؟ يعني حب بتاع الأيام دي. يعني إيه الحب بتاع الأيام دي؟ مش فاهم. يعني حب مصالح العائلات. لا 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 لا، لا أنا ولا ابني نسمح إن العواطف تتدخل في الشغل. وبعدين أنا لو ابني جه وقال لي يا بابا أنا بحب واحدة فقيرة وغلبانة بس هي دي اللي هتسعدني، أنا أوافق على طول. ياه، ده أنت قلبك كبير قوي يا حسين بيه. ده أنت غير عبد القوي جديد ده خالص. ده إنسان فظيع. إنسان إيه؟ ده أصلاً مش إنسان. إنسان إيه؟ ده أبعد ما يكون عن الإنسانية، أعوذ بالله. اتأخرت قوي على معادي. لا لازم امشي. لا تمشي ايه، احنا لحقنا نقعد، وبعدين احنا عايزين نتكلم في الشغل والمشاريع. ما احنا لسه هنقعد كتير الا اذا كنت انت مش عايز. مش عايز؟ لان نفسي اقعد معاكي مره واتنين وعشره. خلاص اول ما الاقي نفسي فاضيه هتلاقيني بتصل بيك. مع السلامه. ميرسي قوي على الغدا. بالحق انت كنت سألت الحاجة عن نوسة. نوسة مين؟ البنت اللي كانت مع الحاجة وهيبة في السجن وخرجت من فترة. افتكرت. معرفش كانت الحاجة قالت لي انه هي رجعت تشتغل في المول التاني. طب كويس الحمد لله. معلش اعذرني على السؤال، هو انت مهتم قوي بالبنت دي ليه؟ لا انا كان عندي حتة ارض في البلد وكانت بتيجي هي وبتوع المولد يقعدوا فيها، بلاش طبعا ما كنتش باخد منهم فلوس، دول ناس غلابه قوي. بل انا كنت بعطف على البنت دي بالذات، كانت بنت مسكينه. وبعدين عرفت ان في حد اتهمها بجريمه سرقه واتسجنت وهي بريئه. يعني انت كنت عارف ان هي بريئه؟ انا متاكد من كده. بس انا في الفتره دي كنت مسافر بابا، لما عرفت سالت قوي. مش بقول لك يا حسين بيه انه قلبك كبير قوي. أرفوار. أرفوار. حسين، حسين. جبلات، أنت إيه اللي جابك هنا؟ يلا على المكتب. إيه اللي معاك هنا؟ إيه اللي معاك هنا؟ أنا مدير مكتب حسين بيه. حصل لنا الشر. فين حسين بيه بقى يا أخوي؟ حسين بيه موجود، بس الأول أقعدي استريحي كده عشان أعرف أنت عايزاه في إيه. وبعدين في اليوم الأزرق اللي ما طلعتلوش الشمس ده، هو ايه؟ الواحدة ما تعرفش تشوف جوزها ولا ايه في اليوم الاسود ده؟ عايز حسين، فين الأستاذ؟ جوزها؟ أنا مش فاهم حاجة، فاهميني؟ أنا بعدين أفهمك، كنت رازح هنا بعدين تفهم براحتك بقى. حسين! 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 إيه ده؟ طيب يا جماعة، اتفضلوا أنتوا وبعدين هنبقى نتكلم. اتفضل اتفضل. إيه اللي أنت عملتيه ده؟ إزاي تتجرأي وتجيني هنا في شركة؟ أعمل إيه؟ رحت البيت ما لقيتكش، قلت اكيد هلاقيك في الشركه. بتتكلمتي؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ جرى يا حسين؟ ايه؟ بقالي شهر بكلمك في التليفون وانت ما بتردش، في ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ زي ما انت شايفه كان عندي شغل. شغل؟ هو الشغل ده ليل ونهار؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده، وبعدين ما كانش في داعي ابدا انك انت تفضحيني قدام الموظفين في الشركه. معاش يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يفضحك. معلش يا حبيبي. أنا عملت كده بعد ما فاض بيا. هو أنت عليك؟ هو أنت عليك تسيب مراتك اللي بتحبك اللي بتموت فيك؟ لو سمحت يا ست أنتِ، إحنا هنا في مكان شغل. لو أعرف بس إيه اللي مزعلك مني وخلاك ما تكلمنيش بقالك شهر. مفيش حاجة. الظروف هي اللي صعبة. مهما كانت الظروف، ما تمنعكش تشوف جمالات حبيبتك اللي بتحبك، وبعدين أنا مش ست، ليه حقوق عليك؟ اتفضلي دلوقتي وبعدين هنبقى نتكلم. والله ما أنا عارف هقولي للناس اللي شافوكي هنا في الشركة. يلا بقى قبل اعصابي ما تفلت. ما انا مش همشي قبل ما تقول لي هشوفك ازاي وهتكلمني ازاي. بعدين بعدين هبقول لك. طيب مستنياك. بحبك، بحبك قوي. بصراحة يا نوسة كده احنا مش عارفين نعمل ايه بقى مع حسين الشواربي ده، هو والكلب بتاعه اللي اسمه عصفور.
تقول يا اختي مدينا اجازه اسبوع قال ايه عشان ندور عليكي ونقول لهم على مكانك، والاسبوع قرب يخلص. ايه يعني اطردكم؟ وحتى لو حصل انا هلاقي لكم شغلانه تانية، وما تحملوش هم الجواز، ما انتوا لازم تتجوزوا بقى. امتى بس يا نوسه؟ ده انا قربت اتجوز على روحي. ادوني بس فرصه وانا هجهز لكم كل حاجه. ربنا ما يحرمنا منك يا نوسه، دايما تعبينك معانا. واذا كان على الفرح ما تحمليش هم عسليه، انا محوش قرشين ونفسي اعزم زمايلنا كلهم واولهم جمالات وخربوش عشان نفرسهم كده ونكدهم. قطعهم ما تجيبليش سيرتهم يا مشمش، انت عارف ان السيره دي بتعفرطني. انا كفايه عليا يا اخويا دخلت الباشمهندس ونوسه حبيبتي. عندك حق، وخربوش كمان لو شاف نوسه ممكن يبلغ عصفور، وعصفور يبلغ حسين بيه، وخصوصا بعد الكلام اللي احنا سمعناه. كلام ايه؟ كلام كده دارين شويه عمال كده زمايلنا في المصنع بيقولوا. طب ما تقول لها انت وتخلص. بيقولوا جمالات راحت الشركه وقعدت تزعق وتهلل وتسيح، وكانت عايزه تقابل حسين بيه. وتقابله ليه دي؟ تقابله ليه؟ قول لها الاهم. بيقولوا حسين بيه متجوز جمالات في السر، في التوب سيكتت يعني. حسين متجوز جمالات؟ بتبقى نكته. والله هو ده الكلام اللي احنا سمعناه. مش معقول. ومش معقول ليه؟ وايه اللي هيخلي واحده زي جمالات تتبلى على حسين الشواربي الا لو كان في بينهم ان؟ بصراحه انا مصدق، ايام ما كنا شغالين في الانتخابات مع حسين بيه كان هيموت عليها وعينه منها، وخربوش كمان فرد قلوعه قوي في المصنع. حسين وجمالات دي حلوت قوي. يا ريت تسعديني وتقبلي مني الهديه دي. ميرسي يا عبد القوي بيه. انا اللي ميرسي انك قبلتيها. دي تحفه بجد، عجبتك؟ دي حتى احلى من هديه حسين. ايه انت بتشوفيه؟ ما هو كان بيلح عليا عشان مشروع المول، بيقول انه حلم حياته. هو انا ما قلتلكش؟ لا مش فاكر حاجه زي دي. جابلك ايه الراجل ده؟ جابلي حاجه واو زي هديتك. من فضلك يا ملك يا ريت بلاش تشوف الراجل ده تاني. هو راجل جنتي قوي، بس انا سمعت عنه حاجه مش كويسه. حاجه واحده بس؟ ده حاجات كتير. سمعت ايه؟ سمعت انه متجوز واحده كانت بترقص في الموالد. اه اكيد بقى هي دي البنت اللي كانت في السجن مع الحاجه وهيبه. لا مش دي، حاجه بلدي كده اسمها جمالات. كمان اسمها جمالات؟ انا مش بقولك ان الراجل ده رمرام. عشان خاطري، عشان خاطري يا ملك اقطعي علاقتك بالراجل ده نهائيا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا اتجوز الجوازه الزفت دي؟ وبالاماره مراتك اسمها جمالات. جمالات؟ ايه التخريف اللي انت بتخرفه ده؟ لا يا حبيبي، الكلام اللي انا بقوله لك من مصدر موثوق منه. وبعدين لما انت متجوز الجوازه المهببه دي، ايه اللي بيخليك تلف وتدور ورا ملك؟ مين ملك دي؟ مين ملك دي؟ ايوه استعبط يا اخويا، مش عارف مين ملك دي؟ مالك اللي من طرف الحاجة وهيبة. مالك ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ هي اللي قالت لي بنفسها، قالت لي انك بتضايقها وانك كل شوية تتصل بالحاجة وهيبة عشان تخليك تعمل معاها بيزنس. طب ايه رأيك بقى ان وهيبة دي عمري في حياتي ما شفتها من بعد ما خرجت من السجن؟ بقول لك يا حسين، مالك دي مش سهلة وطريقها صعبة قوي، وبعدين خلي بالك دي واصلة مش الحاجة وهيبة بس، لا دي واصلة للي أكبر من وهيبة كمان، فأنت لو ما بعدتش عنها بصراحة مش عارف إيه اللي هيحصل لك. ده تهديد ده ولا إيه؟ لا 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 مش تهديد ولا حاجة، بس أنا خايف على مصلحتك يعني. مصلحتي؟ مصلحتي ولا مصلحتك؟ ده إحنا دفنينه سوا يا عبد. فور أنا عايزك تطرد كل الواجش اللي شغلناهم هنا في الشركة كلهم، أولهم الواد اللي اسمه خربوش ده. مانيش عايز أشوف خلقة بني آدم من بتوع الموالد إياهم. اطمن يا باشا، اعتبر كل الفرقة دي بره الشركة، ولو حكم الأمر كمان أطرد لك اللي اسمها جمالات دي. جمالات؟ جمالات خلاص يا عصفور، راحت لحل. يا ستي حسيت طلعني؟ يا خراب يا ميلة بختك يا جمالات، يا فرحة الأعداء فيكي، يا لهوي تلاقيك أنت يا أبو زليخسة اللي عملت له حاجة خليته يرمي عليا يمين الطلاق. وعجني يتحرق زي السيجارة دي ما كلمته. ده أنا بقول له إيه اللي حصل لكم أنت وجمالات؟ قال لي جمالات طالق،
وانت مضروب من المصنع، لو شفت وشك خربوش احبسك، احبسني يا جمالات كده بالباب للطعم من غير ما نعمل له حاجه. ليه من الاخر الجوازه دي ما كانش على مزاجي من الاول؟ احنا فين وهو فين؟ انسى يا جمالات يا اختي انسي. انسى ايه؟ انسى الراجل اللي حبيته؟ الله حب يا بنت، احنا بتوع حب. المهم عكبتلي قرشين حلوين. هو كل اللي يهمك ان انا عكبتلي قرشين حلوين؟ ايوه هو ده كل اللي يهمني. امال يهمني ايه يا جمالات؟ طب وقلب اللي اتكسر؟ الحمهولي. المهم تروقي اعصابك يا جمالات عشان صحتك، وربنا هيرزقك بمليون حسين. مليون حسين؟ ده انا ما صدقت لقيت راجل طيب زي ده، لميني وسطرني وحبيني وحبيته. برضه هتقولي حب يا بنت يا عبيطه؟ الحب هو ده. يا نهارك اسود ومنيل، جبت الفلوس دي منين؟ سرقت مين ولا نهبت مين؟ لا سرقت ولا نهبت، اهدي بس ولا هرسيك على كل حاجه. احنا من الاخر كده اتفتحت لنا طاقه القدر يا جماليه، بس انت قول يا رب. مصيبه ايه يا اخرب البين؟ الاستاذ عبد المعيد المحاسب اتصل بحضرتك دلوقتي وكان عايز يكلمك ضروري عشان يقول لك ان مصلحه الضرايب بتتهم سيادتك بالتهرب وعليك 100 مليون جنيه. الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريت نقدر اخدمك. ازاي بس يا حاج؟ ده انت الكل في الكل عندهم. الا في الضرايب. دول جايبين وزير ماليه رزل بينفذ تعليمات عن الناس اللي ضدهم. ايوه بس انا عمري ما كنت ضدهم. ده انا سامع انك بتشتم فيهم في كل حته. لا اله الا الله. مين بس البني ادم اللي عمال يطلع على الاشاعات دي؟ لازم حد قريب منك. صدقني يا حسين بيه، محدش أذاني غير القريبين مني واللي عاشوا في خيري. مش بيقولوا اتقي شر من أحسنت إليه؟ بس أنا أقرب الناس ليا هما اللي أحسنولي وأفضلهم عليا. وتبص تلاقيهم قلبوا عليك من غير إحم ولا دستور. الله، أنت عارفة حاجة يا حاجة؟ يعني أنا ما أحبش أردد كلام مانيش متأكدة منه. انت في بينك وبين حد حاجة؟ انا عمري ما ادي فرصة لحد انه يزعل مني. عموما خلينا في موضوعنا. يا ريت كنت اقدر اخدمك. حتى لو قلت لك انا تحت امرك في كل اللي تطلبيه. انت عارف انا بحب استفيد قوي، لكن ما اقدرش اوعدك بحاجة وما نفذهاش. ما اقدرش. ما تروح لنسيبك عبد القوي، انا بشوفه عند عزيز ابو العز كتير اليومين دول. عبد القوي للأسف قال لي نفس الكلام. عجيبة، ده داخل في زوارق عزيز أبو العز. مال صاحبك ونسيبك إزاي؟ ألو سامحة هانم. أيوة أنا عايز أقول لحضرتك إن جوزك عبد القوي بيه ماشي مع واحدة حلوة قوي اسمها ملك. لا هو شكله ناوي يتجوزها، أصلها حلوة قوي وغنية قوي قوي قوي. ألو ألو مين أنت؟ ألو عاد بطلوا بقى اسلوب التعادل اللي بتتعاملوا بيه مع الناس ده. هي الناس ايه؟ عبيد عندكم؟ هو انا كل ما اقول لك كلمه تعملها لي مشكله؟ عشان تتعلمي تتكلمي ازاي. ماشي يا عمر. اتغديت ولا اقول للسفراجي يحضر لك الغدا؟ اتغديت. اتغديت فين يا عمر؟ بقول لك ايه، اتغديت وخلاص. هو تعيه مها؟ ما هو انا لازم اعرف اتغديت فين ومع مين. مها انا راجع تعبان وعايز استريح. عمر اتغديت فين ومع مين؟ انا هخرج واسيب لك الاوضه دي، حاجه تزهق. عمر عمر يا عمر. ايه في ايه؟ انت ابني راح يبني انها حامل. استنى عنك شويه، انت حكايتك انت مش ناوي تعقل بقى وتعرف انت متجوز بنت مين؟ والله انا ما فيش بالنسبه لي الكلام الفاضي ده. تبقى قليل الادب. متشكر. لما انت كل شويه بتحرق دمها سبتها تعمل منك ليه؟ عايز تضيعها ويضيعها ليه؟ ما يطلقها ويغور في 60 دقيقه. ايوه هطلعها ويغور في 600 دقيقه. انت طالب طالب. لا يا عمر. لا 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 تجننت يا عصفور؟ يعني ايه فتحوا الصناديق وفتشوها؟ ازاي تسيبهم يعملوا كده؟ يعني ايه ناس تانية؟ يا بني ادم انا متفق مع مدير الجمرك ودفعت له اللي هو طلبه. موضوع كده هيبقى فيه نيابة. انت حمار ومعرفتش تتصرف. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هتصل بالمحامين بتوعي اشوفهم ازاي يخرجوني من المصيبه دي. حضرت المحكمه حضوريا على المتهم احمد جابر عطيه بالسجن لمده 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسين محمود زكي الشبراوي بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 مليون جنيه وألزمه بالمصاريف مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. لا أبويا بريء، أبويا بريء. معلش يا بابا، إن شاء الله هنستأنف وتطلع براءة بإذن الله. أيوة يا باشا استئناف، مش هتسيبك يا باشا استئناف. حبيت اتكلم معاكوا لاني حاسس طول عمري اننا عيله واحده وان الشركه والمصنع دول بتوعنا كلنا. مظبوط يا باشمهندس. طب والله العظيم كل الكلام اللي بتقوله مظبوط و100%. انا هتكلم معاكوا بصراحه يا جماعه، الشركه بتمر بظروف صعبه، اصعب مما تتخيلوا. بقالي 4 ايام براجع كل حاجه في الشركه من الصبح لبالليل، لقيت في ديون كتيره قوي على الشركه، ودي عشان في ناس عايزه تخرب الشركه دي وتوقعها، بس انا عرفتهم ومش هسيبهم. بس ما تخافوش، رتباتكم هتاخدوها اول كل شهر عادي. بس انا بصراحه مش هقدر ادفع على مكافئات ولا حوافز لغايه الشركه ما ترجع تقف تاني على رجليها، وانتوا اللي هتوقفوها رجاله. بس يعني اللي عايز يمشي او شايف شغل تاني احسن من هنا يتفضل يمشي، انا مش هزعل، كل واحد حر في قراره. ها قلتوا يا رجال؟ احنا كلنا معاك يا باشمهندس. زي ما تقول يا باشمهندس، المصنع ده مصنعنا، الشركه دي شركتنا. وزي ما قال الاستاذ رجب، كلنا معاك يا باشمهندس. ملك يا، انا متشكر قوي على الزياره دي، اصيله وبنت ناس يا ملك. بس انا مش ملك يا حسين بيه. ايه تكونيش اختها التوأم؟ أتكلم بجد، أنا مش ملك، أنا حد لو فكرت من هنا لبكرة مش هيخطر على بالك أبداً. أنا مش فاهم حاجة. نوسة، نوسة مين؟ نوسة، نوسة، نوسة اللي أنت لفقت لها تهمة ودخلتها السجن عشان ابنك ما يتجوزهاش، نوسة اللي أنت كنت عايز تبيع الدنيا كلها عشان أنت تتجوزها، البنت بتاعت الموالد اللي حرمت ابنك منها. انت كنت بتضحكي عليا لحد ما دخلتك هنا السجن عشان تبقى وحدك وحده. بس الحقيقه مش انا لوحدي، انا وصاحب عمرك عبد القوي جديد، هو اللي كان بينفذ كل اللي بطلبه منه، وهو كمان كان فاكر ان انا دايبه في هواه واني فضلته عليك. ربنا يكفيك شر مكر العوالم. يا بنت الكلب، الكلب هو انت وامثالك يا حسين بيه. وجايبالك ده عشان يحلي مرار ايام السجن، تعيش وتاكل غيرها. خد بالك من اللي هقوله ده كويس، انا ومدير المبيعات مش هنقدر نبيع لك نفس الكميه بنفس السعر ولا نفس الميزانيه زي الاول. لا يا سيدي، الرئيس الجديد مشدد شويه، يعني اعمل حسابك ان دي هتكون اخر مره. ايوه بس المعلوم هيعلى شويه، وانت كمان معلومك هيعلى. لا لا بقول لك ايه، لو مش عاجبك خد من حد تاني. انا بص انا ما بحبش الفصال، هتدفع ولا مش هتدفع؟ ايوه كده، يلا مع السلامة. برافو عليك يا ولد، عجبتني قوي حتة هتعلي العمولة ولا مش هتعلي. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. 5 دقايق ما اشوفش وش حد فيكم هنا في الشركة، وما تنساش تاخدوا مدير المبيعات بتاعكم معاكم وانتوا ماشيين. لو سمحت نزل ايدك، انت احكم اني امد ايدي واضرب واحد زبالة زيك. يا عمر احنا قرايب. صباح الخير. صباح النور نوسه يا حبيبه قلبي، النبي حرسك وزينك، اللهم صل على النبي. ايوه كده يا اختي، الا ما تتحرم من دخلتك علينا، ده احنا قاعدين انا وهو زي الولايه. ازيك يا نوسه؟ ازيك يا خربوش؟ بس المره دي مش هتمشي،
علي الحرام من دراع من دمشي. اطمن يا خربوش، انا مش همشي، انا راجع للشغل تاني، انا راجع لاصلي وناسي وحبايبي، انا هنا مكاني. طبعا مكانك يا اختي، لسه بقول لك الاصيله وبنت اصل اهو، ادي الاصل ولا بلاش. انا كنت متاكد، كنت متاكد ان انت راجع يا نوسة. انا قلت لكم كلكم تعالوا شوفوا نوسة رجعت عرضت البحر، ما ينفعش تعيش بر الميه. انا اشتريت حته ارض هتبقى المكان الجديد بتاع الفرقه، ومحدش هيقدر يطردنا منها. حته ارض يا نوسة، الله اكبر عليك يا اختي، ان بحرسك واقعه واقفه مش زي خيمه جمالات. مستنيين ايه؟ ما تروحوا تلموا حاجتكم. يلا هات منك دي بسرعة، لم حاجاتك. حاضر يا اختي، هلم حاجتك. الارض دي ملكنا من دلوقتي. حاضر يا اختي، عارفين ان ملكك. يلا جمالات، يلا لم حاجتنا. يلا جمالات، نورت مكانك يا نوسة. اسف يا عمر، انت جواك حاجه وانا بقى جوايا حاجه تانية. طب احنا واقفين في الشارع، ممكن ندخل نتكلم جوه او نروح اي مكان تاني؟ مش وقته للدرجه دي يا نوسة. مفيش وقت حتى ان ادافع عن نفسي، انا جوايا نار، نار مش عارفه تنطفي، وانت بتجري عشان تلحق مصنع ابوك. يعني انت صح وانا غلط، بس انا مش قادره اوقف، مش عارفه ابطل انتقم من الناس اللي ظلموني. انا حاسه ان الدنيا خدت مني امي وابويا، حاسه ان انا السبب اني طلقتك من مراتك، جريتك في الرجلين، مع اني عارفه ان مالكش ذنب في اللي حصل لي. يعني انا بهد فيك مش ببني. بس انا مش هسيبك يا نوسه. نوسه خلاص، ما بقاش في نوسه هنا، انا هرجع المول التاني، هرجع لناسي واهلي. يمكن الاقي نوسه اللي انا ضيعتها. عن اذنك. ما شاء الله، الله اكبر عليك يا اخويا، ابن امي وابويا، كل يوم من ده. الله اكبر. الله اكبر عليك، خمسه وخمسه حبيب اختك. بسم الله ما شاء الله، خمسه عليك. يلا بينا يا نوسة. يلا على فين؟ على المأذون. ما قلت لك ما ينفعش. هينفع، خلاص مفيش وقت نضيعه، وانا وانتي هندور سوا على نوسة لغايه ما نلاقيها. انت رجعت تاني يا باشمهندس؟ جيت لقضاك حلت ابوك. نوسة! خربوش ليه كده يا حبيبي؟ نوسة! ايه وديت نفسك ليه عملت كده يا نوسة؟ ليه عملت كده يا خربوش؟ دي كانت فلوس. نوسة! كانت فلوس. حرام عليك! طب ازاي؟ ازاي؟ يا حبيبي يا اخويا، نوسة دي بتاعت، ما حدش ياخدها مني. حبيب اختك، ما حدش ياخدها مني. حبيب اختك، يلا يلا يا نوسة. يلا خلاص يا نوسة، وصلنا الحباية. انا خلاص بموت. استنى يا عمر، عايزة اتكلم معاك. هتعيشي يا حبيبتي، هتعيشي، هتعيشي يا نوسة. روح المستشفى دلوقتي وهتعيشي، وهنتجوز، هنتجوز يا حبيبتي، هنخلف.
نفسي. أنا هموت مبسوطة عشان عرفتك. يا ريت الخنجر كان جه فيا أنا، كنت برضه هموت معاك. أوعى تنساني يا عمر. أنساكي؟ حد ينسى نفسه؟ ينسى روحه؟ دي النفس اللي أنا عايش بيه نوسة. عايزك تبقى دايما فاكر، ولو في يوم خلفت بنت سميها نوسة. اوعدني يا عمر. هتعيشي يا حبيبتي، هتعيشي نوسة. رد عليها يا نوسة، رد عليها يا نوسة. لا لا نوسة، نوسة.